ولا كان حد يتوقع ان شاب صحفي في بدايه حياته يموت بالشكل المفاجئ ده. ولكن في قضيه الجاسوسيه المتهم فيها الصحفي الراحل عمر نصر هي فضيحه بكل المقاييس. طبعا موضوعنا النهارده هو القضيه المثاره حول تخابر الصحفي الراحل عمر نصر. هل تعامل الصحفي مع جريده من دوله تانية يعتبر تخابر، ولا الموضوع فقط بيتعلق باسرائيل؟ يعني لو عمر نصر تعامل مع جريده تانية روسيه مثلا. استاذ جابر حضرتك كنت عاوزني. ايه يا استاذ اسر الزفت اللي انت بعته لي ده؟ انت مين قال لك على عكاده المسؤول الدبلوماسي اللي راح حضر حفله في اسرائيل؟ انا مش فاهم حضرتك متنرفز ليه دلوقتي. انا سالتك سؤال وعايز اجابته. مش حضرتك اللي قلت لنا ان الصحفي الشاطر ما يقولش مصادره؟ نعم يا حبيبي، والكلام اللي بنعمله على الناس هيطلع علينا احنا ولا ايه؟ انا مش هنشر اي حاجه غير لما اعرف مين اللي قال لك. انا ما عنديش استعداد ان انا اروح في داهيه علشان حته عيل، يعني مع احترامي. بص لي كده ليه؟ ضايقت عشان كلمه عيل؟ لا يا حبيبي، واحنا صحفيين صغيرين اتقال لنا كلام اكتر من كده من كتير. سيبك من الكلام ده وقول لي، انت ليك مين بقى في الخارجيه بيسرب لك المعلومات دي؟ مزه مش كده؟ على اذن حضرتك. انا لسه ما خلصتش كلامي، استنى. اقعد اقعد يا ابني، ما تصعبطش. في ايه؟ ياسر انت شاب وطموح، بس في الصحافه الطموح لوحده ما يوصلش اللي انت بتحلم بيه. مش فاهم. ما تتقمصش بس وتعمل زي العيال الصغيره كده. أنا وأنا في سنك اترفضت لي مواضيع بعدد شعر راسك، بس ما كنتش بتقمص، العكس كنت بشغل دماغي وأفكر، وده اللي وصلني للي أنا فيه دلوقتي. بس أنا برضو مش فاهم، يعني حضرتك عاوزني ليه؟ في حاجة تانية عاوز تكلفني بيها؟ يا ابني أنا عايزك تتقدم خطوة لقدام، عايزك تبص لنفسك وتفكر، هل أنت ممكن تبقى صحفي ناجح وتثبت المزة بتاعت خارجية بتاعتك دي إنك قدها وقدود، ولا تاخدها من قصرها وتشوف لك مجال تاني وتبطل تضيع وقت؟ أخش في الموضوع؟ اتفضل. متجمعين عشان نبقى على قلب رجل واحد، لازم نعرف احنا رايحين فين وجايين منين وعايزين ايه بالظبط. الثورة دي ثورتنا احنا، ولا يمكن حد يسرقها مننا. والكلمة الآن بدون أي مقدمات مع الأستاذ الدكتور مجدي منصور. هتكلم اقول ايه؟ الشباب قال كلمته. يا شباب مصر، يا امل الامه، اي كلام هيصدر من واحد عجوز زي هيبقى تخريف. عمر 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 حبيبي حبيبي حبيبي، وحشتني جدا 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 يا نجم الاذاعه والتلفزيون كل الاعلام. لا لا بالراحه والنبي بالراحه عليا، مش كل مره. انا ما بهزرش يا عمر خالص. مجدي اهو اهو، هناء ابراهيم، عارف صاحبه مقال في الجورنال اللي انت بتشتغل فيه يومي؟ اه طبعا طبعا طبعا، قابلتها قبل كده عند الاستاذ جبر في المكتب. غريبه رغم بحش الجورنال كتير. ما انتوا كده يا بتوع الراي، تكتبوا من بيوتكم ومن مكاتبكم وتبعتوا لنا واحنا يطلع عين ابونا. المهم ان راينا بيتسمع. خالص، الناس بطلت تسمعكم، الناس مش عايزه كلام، الناس عايزه الحقيقه. يا عمر يا عمر عمر، احنا مش جايين نتخانق. يعني عايزك كده. اتفضلي اتفضلي. انا مش قادر افهم ان انت هتفضل عكات لحد امتى. طبيعي ولا اشتريك؟ يا ايه طبعك مش كده كمان يا عمر. ايه ساره
طبعا ده الكلام الحلو. بص يا ما كلمني عنك بجد. وانا كمان سمعت عنك كتير قوي. ايه الكلام كويس ولا لا؟ لا 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 ابدا يا حبيبي ولا حاجه خالص. ما هو مش معقول تبقى ابو زياد حفيدي وجوز بنتي سابقا مش عايز نتكلم عليك. لا سابقا دي ممكن تحسسها ان في قضايا بيننا ولا ايه الحكايه؟ لا ابدا ابدا. عمر ده ابني قبل وبعد. بس عارفه ايه؟ هو ابن عقل ما بيسالش عن ابوك. انت عارف اللي فيها. ما انت عارف. انا كنت عايزك في موضوع مهم قوي. وانا عازمك. عازمني؟ يبقى ابتديت تقبض زيهم بالظبط. عارف كده ما ينفعش كده. والله العظيم ثلاثه لو استمريت على اللي انت بتقوله والشغب ده لا ادفعك ثمن العزومه. هو ده مجدي بيه اللي اعرفه هو. يلا بينا. يلا امسك الكلام ده. جاني من نيابه امن الدوله. ده عمر. لا عزف، ايه كل ده؟ انت بعت الاشتراكيه والنضال وبقيت راس مالي ولا ايه الحكايه؟ وبعدين بقى انت ليك اكل ولا بحلقها مش فاهم؟ طب ايه رشوه ولا ايه؟ انا بفكر اتجوز تاني. ده صحيح جاي تاخد اذني ولا ايه؟ لا لا جاي اخد رايك. انت كنت خدت رايي اولاني لما هتاخد رايي تاني. وانت عمرك رفضت جوازي من منى؟ حذرتك ولمحتنا. ما كانش ممكن أصرح بأكتر من كده يا حبيبي. هي بنتي وأنا مربيها على إنها تاخد قرارها بنفسها، وأنت ما أقدرش أرفض. كنت عايزني أقول لك إيه؟ تتجوزي بنتي رغم إن أنا كنت عارف إيه اللي هيحصل. بس أنا عمري ما ظلمتها. لا ظلمتها. ظلمتها لما اعتقدت إنها ممكن تبقى من طينة تانية غير كل الستات. يا حبيبي أنا عشت نفس التجربة. عشان كده يا عمر حذرته. لا لا. لا 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 في فرق كبير قوي بيني وبينك. أنت كنت لما بتحب تريح من السجن تروح المعتقل شوية وبعدين ترجع السجن تاني. لا لا لا. يا حبيبي يا حبيبي اسم الله عليك. أنت اللي كنت كل ما تسافر سفرية عشان تعمل تحقيق ولا تعمل حاجة تخلي البلد كلها تمشي وراك ونجيبك من السفارات والانتربول والنبي النبي والنبي والنبي خلي الطبق مسطور بقى ما كان ازايها. ايوه بس هي ادتني انطباع كده انها تستحملني. وفي الاخر ايه؟ طلع زي امها. ما قدرتش ابدا تستحمل ان هي تضحي بنفسها ولا بالاستقرار. النضال ما كانش طريقة أبداً. ما كانتش قضية مؤمنة بيها. بسم الله الرحمن الرحيم وأهلاً بكم في حلقة جديدة من آخر النهار. بحيي حضراتكم. الحقيقة كل ما تأمل الصحافة المصرية بقف عند اسم شديد التميز في هذه الصحافة، الكاتب الصحفي عمر نصر. أقدر أقول بكل يعني يقين أن هذا الرجل هو كتيبة صحفية بحد ذاتها. كلام فارغ مش عايز اسمعه. الموضوع دوت لازم ينتهي بكره. لازم نخلص منه بكره. انا مش هستنى اكتر من كده. فاهم ولا لا؟ في ايه يا هشام؟ ايه يا منى؟ شايفين بتكلم في التليفون؟ بص انا لا يمكن اسمح لواحد زي دوت يدمر لي حياتي. الحكايه من اولها لاخرها مسؤوليتك انت ولازم تنهيها. بكره لو ما سمعتش خبر جديد يبقى انت المسؤول قدامي. انت ايه ما نزلتيش ليه؟ مستني عربيه المستشفى. من كل الخبطات الصحفيه دي اثر على اسرتي الحقيقه. يعني عايز اقول لك والله يا خالد ان 3 سنين اللي فاتوا دول شفت ايه 15 20 مره بس. ان شاء الله الموضوع ده هيخلص قريب. بالظبط كده بالظبط. لا والموضوع كبر اكتر وبقى فيه تهديد على حياتي وحياتهم. علشان كده وامان لابني يعني قررت ان انا انفصل عن مراتي. لا والموضوع كبر اكتر بقى فيه تهديد مباشر فبقيت ايوه يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ اتجوز ولا اخلع ولا اعمل ايه بالظبط؟ فهمني. عايز اسالك سؤال محدد. متاكد يا عمر انها هتستحملك؟ لا بس هي الظروف يعني هديت اكتر من الاول بكتير. تهيألك ان زيك يا عمر خد على المغامرات، خد على شكل معين من الحياه. شكرا على النصيحه يا حبيبي بجد
في الدنيا. ناكل بقى من غير قر كده؟ يا رب. ايه يا حبيبي؟ مشغولة؟ لا يا حبيبي عادي مفيش مشكلة. طيب أنا مش هطول عليك، أنا بكلمك عشان أقول لك إنك هتسمعي خبر حلو النهاردة إن شاء الله. وخليكي فاكرة بقى إن أنا قلت لك المفاجأة. ها؟ إيه ده؟ دي مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ لا طبعًا مش هقول لك. المهم اعمل حسابك إن النهاردة هنتعشى مع ناس مهمة. ماشي. كونسيدر الدنيا يا باشا. عاوز اقرا الموضوع في الجورنان قبل الاسبوع ده ما يخلص. شوف يا باشا انا مش واثق من اي حاجه في الدنيا قد اللي انا قلته. وهتشوف بنفسك. ببساطه عشان اشرحها يعني اكتر بشكل ابسط يعني عشان اشرحها للناس. وليه ما يكونش الراجل ده تحقيق اعمق شويه؟ كم مستندات كبير قوي وده اللي سهل الاداره. الراجل ده شايف نفسه ويعمل لنا مشاكل كتير، عشان كده كان لازم يختفي من الصوره وباي شكل. ثق فيا، رضوى ملفوفه حوالين صباعي الصغير وبمزاجها على فكره، يعني هتعمل اللي احنا عايزينه باي شكل. والموضوع بتاعك بتاع تهريب ال 13 مليار الخارج دول في 2007 كوم تاني خالص. انا يعني اندهاشي من كميه الفلوس اللي اتعربت يعني غير طبيعي. للاسف مع كل المعلومات يا خالد اللي انا حطيتها في التحقيق محدش خد خطوه واحده بس، مع ان الفلوس معروف مكانها وانا كاتب ده في التحقيق. ده الطبيعي وده احنا شغالين على كده. بس عايز اسالك على حاجه، هو انت جمال ابراهيم دكتور خيري كان عايز مني حاجه؟ اه كان بيقول لحضرتك شوفي المريض اللي في العناية. لا خالص على الاطلاق. ماشي يا مريم اتفضلي. مش ولا حد مثلا يكلمك عنده بالتليفون، حد حاول يتواصل معاك؟ بتوصلك رسائل تحس ان فيها جزء من التهديد لكن مش بشكل صريح وواضح. في موضوع العمال بقى الحقيقه اي عامل اتضرر يعني من قفل المصنع. عايزة ايه دي؟ معتصم تعال يا معلم. ايه يا معلم؟ ايه؟ بص هطلب منك طلب عشان انا بس مش فاضي اليومين دولت. عايزك تعمل الموضوع بتاع اللي كنت عامله مع رضوى. عارفه؟ بتاع المحامين اللي اتقتل. لا يا معلم انا اسف معلش. ليه يالا؟ الموضوع كويس جدا واسمك هينزل عليه. اسف ابوس ايدك ابعدني عن رضوى خالص عشان خاطري لو سمحت. ليه بقى؟ زيادة عن اللزوم يا معلم. لما بشوفها ما بعرفش اركز، يعني بلقلق بتوتر بتضايق هتعقد هتأذي. في ايه يالا؟ وقف جنبي. استاذ جبر مديني الموضوع صعب جدا لازم اخلصه، وبعدين انا هكلمها ولا انت جاي لها دلوقتي؟ دلوقتي؟ ايوه. طب شكلي حلو؟ امشي يالا. الدكتور ده له علاقة بالمحامين اللي اتقتلوا. انت عرفت ازاي؟ كان موكل عند محامي فيهم، وفي شبهات بتقول انه شارك في تعذيب ناس في المعتقلات. ايوه يا رضوى بس ده كلام بعيد جدا يعني. مش شرط يكون ليه علاقه باللي حصل. احنا نمشي ورا الموضوع من الزاويه دي ونحاول نوصل للدكتور ده، ولو وصلنا له نحاول نفهم ايه اللي حصل وليه. لو ما عرفناش حاجه ساعتها ندور على زاويه تانية. زاويه تانية؟ زاويه ثالثه؟ انت تأمري. اتعدل انا مخطوبه. يعني لو مش مخطوبه كان ممكن تبصي لي؟ لا طبعا. لا طبعا وفي وشي كده؟ طب جمليها. معتصم احنا اخوات خلينا زملاء. انا ماشي. كنت فين؟ كنت عند بابا.
وما بترديش على التليفون ليه؟ ما كانش معايا، كنت ناسيه في العربيه. ولما نزلت العربيه ما شفتيش مكالمات بتاعتي؟ انا شفت بابا عند جده في التلفزيون. حبيبي ادخل اوضتك. مش عايزه انام دلوقتي. ما تنامش يا حبيبي، ادخل اوضتك بس دلوقتي. في ايه يا هشام؟ شايفاني مش طبيعي ولا ايه؟ اه طبعا مش طبيعي، وعصبي مش طايق ولا كلمه. انا مش عارفه بقى امتى هترحم نفسك وتريحني من اللي بتفكر فيه. تفتكريش انك عارفه انا بفكر في ايه؟ انت ولا عارفه اي حاجه. طب قولي انت ايه اللي مضايق؟ مش لازم كل حاجه مضايقاني اقولها لك. اه يعني انا اسكت خالص لغايه ما حضرتك تروق لوحدك وترجع تلاقيني مبتسمه وسعيده. انت هتهرجي ولا ايه؟ مش انا عايشه معاك؟ واي حاجه بتاثر عليك بتاثر عليا انا كمان. ما تقولي يمكن عملت حاجه غلط اعتذر عنها او ابطل اعملها بدل ما انت معايشنا في النكد ده. ربنا يكون في عونك، انا عارف انت عايشه في مأساة. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه، انا حتى مش عارفه اتكلم معاك. مش لازم تعملي اي حاجه حبيبتي، انا اللي لازم اعمل. يعني ايه؟ يعني اللي عامل مشكله ما بيني وما بينك هينتهي قريب ان شاء الله، وساعتها ممكن اقولك انا ايه اللي كان مضايقني، اذا كنت عايزه تعرفي. أستاذ عمر؟ أيوة مين؟ مش مهم، مش مهم أنا مين، المهم توعدني إنك تبص على السيدية دي. فيها إيه بقى السيدية دي؟ فيها حاجة خطيرة، خطيرة جدا يا أستاذ. مفيش وقت عشان أشرح لك يعني وكده، لأنهم ممكن يلحقوني في أي لحظة. اللي هما مين دول؟ هتعرفهم لما تبص على السيدية. بص عليها وحياة ابنك، تبص عليها، بص عليها. يا صباح الفل. ها اتفرجتي على البرنامج بتاعي؟ اه اتفرجت واتفرست، متشكره ليك كتير جدا. ليه بس؟ انا عملت ايه؟ عملت ايه بقى يا راجل نبقى مخطوبين وعلى وش جواز وتطلع في برنامج تاني مع مذيع منافس؟ لا لا لا، احنا متفقين ان الشغل حاجه والمواضيع دي حاجه تانية خالص. وبعدين تعالي هنا، احنا من امتى مخطوبين وعلى وش جواز؟ وحصل اتفاق في الحكايه دي وانا مش موجود ولا ايه؟ انت هتعترض كمان؟ لا 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 خالص، اعترض ايه، بالعكس، ده انا لو اعرف ان ظهوري في البرنامج ده كان هيعجل بالقرارات دي انا كنت طلعت من زمان. انت عارف انا بحبك قد ايه، بس انا مشاكلي كتير وانت مش ناقص. وانت عارف انا بحبك قد ايه، بس هقول لك على سر بقى، انا حبيتك علشان خاطر ولادك. مش عارفه ارد اقول لك ايه بصراحه. بكره نتقابل واسمع ردك. سلام. والله انا اساس حضرتك كنت منور. ربنا يخليك، متشكر قوي. بس برضه كنت مستنياك تجيب اسمي. لا المرة الجاية إن شاء الله هفتكر كويس. وأنت اسمك إيه بس عشان رشد أنت حبيبتي. إزاي ما أعرفش اسمك؟ في حد ما يعرفش سلمى أشهر صحفية عندنا؟ رشا أشهر صحفية عندنا، والله غلطان. أدخل. مساء الخير يا أستاذ. أهلاً أهلاً يا زينة، اتفضلي. وأنا عارفة إن حضرتك مشغول، بس كنت عايزة أعرف رأي حضرتك في الموضوع ده. موضوع إيه؟ بتاع ضحايا التعذيب اللي كنت قلت لحضرتك اني شغاله فيه قبل كده. وانت اللي شغاله على موضوع ضحايا التعذيب يا زينب؟ بصراحه كده مدام رادو هي لقيت لي اقول لحضرتك كده عشان عايزه تعرف رايك فيه. قولي لها وحش، اوحش موضوع قريته في حياتي. قولي لها كمان ان انا كنت هعمل لك مشكله بسبب الاخطاء الاملائيه اللي موجوده فيه. بس هي فعلا بتكتب حاجات كويسه جدا. زينب انا مش فاضي. طب هي كده دلوقتي هتعملي مشكله لما تعرف ان حضرتك ما رضيتش تقراه، وهتبهدلني اكتر لما تعرف اني قلت لك الحقيقه. وبعدين هي شايفه ان الراجل ده ليه علاقه بموضوع قتل المحاميين. ليه بقى؟ واحد منهم كان مسؤول عن قضيته. عادي، ممكن اي حد موكل المحامي ده يبقى ليه علاقه بالقضيه. حاضر يا زينب، حاضر، بس ما تعمليش كده تاني. حاضر، ميرسي. تقلقيش كله هيبقى تمام ان شاء الله. مش عارفه. وبعدين بقى انت واثق في اللي انت بتعمله ده يا استاذ؟ عيب، بس على الله يطمر. هلا انا اكون عندك. شكرا. خير. اهلا 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 يا نجم. ها اتغديت ولا اطلب لك اكل معايا؟ لا لا الحمد لله ثباتك. انت اللي خسران.
انا اصلي وقعت لك على واحد بتاع كشري قريب هنا، انما ايه ممتاز كشري. ثباتك يا استاذ. شكرا. ماشي. شوف يا عمر، انت مش محتاج تسمع مني الكلام اللي انا هقوله ده، لكن انا برضو عايز اقوله لك. تعرف طبعا ان احنا نسبه التوزيع العاليه بتاعه الجورنان اللي احنا وصلنا لها دي، وصلنا لها عشان انت معانا، وده طبعا لانك انت مش بتعتبر الجورنان ده مكان انت بتشتغل فيه، لا بتعتبره بيتك، والا كان زمانك طبعا قبلت اي عرض من العروض الخرافيه اللي بتعرض عليك. يا استاذ ايه لزوم المقدمه الطويله دي؟ انت مزنوق وعايز تسلف مني فلوس ولا ايه؟ شايلينك للعوزه يا عمر، ربنا يخليك. بس انت عارف ان احنا هنا محتاجين في الجورنان مدير تحرير، وانا بصراحه لغايه امبارح بس ما كنتش لاقي حد انسب منك انت يمسك المنصب ده، لكن بعد ما قعدت بيني وبين نفسي كده وفكرت، لقيت ان انا هظلمك. هتظلمني؟ طبعا، انت مواهبك الرئيسيه في الكتابه والتاليف مش في الاداره. انت يعني عندك مقالك اليومي، وعندك الكتاب اللي انت بدات فيه، وفي نفس الوقت فوق ده كله الشهره، والشهره لها متطلبات، لقاءات تلفزيون وسفر وخلافه. انما يعني لو حد زي رضوى مثلا مسك المنصب ده هيبقى متفرغ له ومش هيتعب في حاجه. بس انا بصراحه ما رضيتش اخد قرار في الحكايه دي غير لما اسالك الاول واخد رايك فيه. ده جورنانك يا استاذ، انت رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير، من حقك تاخد اي قرار تشوف فيه المصلحه. يا سلام، ده عشمي برضه. كنت حاسس ان انت رايك يعبها كده، بس لعلمك بقى يا رضوى، انت مش حققي اي نجاح في المنصب ده الا اذا كان عمر جنبك وساعدك. للاسف يا استاذ انا مش هقدر اتعاون معاها ولا اساعدها، لان زي ما حضرتك لسه قايل دلوقتي انا عندي حاجات اهم من شغلي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا بقدم استقالتي لظروف شخصيه. الف الف مبروك من قلبي طبعا. بعد اذنك. ابقى مدير التحرير وانا باركت لك. عمر عايز ايه؟ ايه المطلوب مني اكتر من كده؟ ما تمشيش. صعب، عندي ظروف تمنعني ان انا استمر هنا. اتكلم معايا بصراحه يا عمر. لو اتكلمت معاكي بصراحه هتزعلي. كبيره عليك ان انا ابقى رئيستك مش كده؟ كبيره عليك انت. انت مغرور. انت اللي طلبتي ان انا اتكلم بصراحه وهي دي الحقيقه. انت بتهني رغم ان انا عامله حساب الزماله والعشره اللي بيننا. انت اللي بتهنيني وبتقولي عليا مغرور، وبتهني نفسك لو متخيله ان انت تقدري تشتغلي شغلانه زي دي. انت اساسا مش صحفيه يا رضوى، وكل يوم بتقضيه هنا يوم ضايع من عمرك. لا عندك ملكة الكتابة ولا حس الصحفي ولا قدرات إدارية تخليك تسدي في شغلانة زي دي. وفري وقتك وفكري كويس قوي في اللي أنا بقوله لك، وفي يوم من الأيام هتشكريني علشان قلت لك الحقيقة. أقسم بالله العظيم يا عمر يا نصر، لو كان الأستاذ جبر عرض عليك أنت المنصب ده وقال لك عايزك تبقى مدير تحرير، كنت أنت اللي رفضت بنفسك وقلت له معلش سوري أنا مشغول. بس أنت عايز بس تحس إنك عظيم وإنك أعلى بكتير من البني آدمين الغلابة اللي زينا. أنت مش قادر تصدق إن واحدة ست ممكن بمجهودها وكفاءتها توصل إنها تتفوق عليك في حاجة حتى لو كنت أنت مش عايزها. عشان أنت جزء من المجتمع الذكوري المتخلف اللي إحنا عايشين فيه. أنا لو قطعت نفسي 100 حتة برضه هتفضل باصص لي إن أنا واحدة ست، وبرضه أكيد عملت حاجة غلط عشان أوصل للي أنا فيه. انت مصدقه اللي انت بتقوليه ده؟ حتى لو مصدقه دلوقتي، بكره تتاكدي ان الكفاءه هي اخر حاجه اختارك علشانها الاستاذ جبر، ويوم ما تعرفي هتفضلي برضه تضحكي على نفسك. هتندم يا عمر يا نصر. زينة، هو انت مش عندك واحد قريبك شغال في التنفيذ؟ اه في حاجة؟ ما تنزلي تشوفي لنا خبر ترقية بتاع مدام رضوى نزل ولا لا؟ عايزين نفرحها. تصدقي فكرة؟ انا هنزل حالا. يلا.
حسام؟ حسام؟ دخلت هنا ازاي؟ انا زينب بنت خالد حسام وكنت عايزاه في موضوع عائلي كده. طب ما تدخليش هنا تاني، اتفضلي بره. خليك انت هنا. كان لسه هنا من شوية. بسرعة. حد يعمل لي سطر وحد يطلع يقفل في باب العمارة. اهدى شويه، انا شفت كل حاجه. بقول لك ايه، ده مفتاح الشقه بتاعتي اللي تحت، شقه فاضيه. انت المسؤول طبعا، وانا مش هسكت وهوديك في داهيه. انا اتصرفت لان المشكله ديت ما ينفعش انها تبقى موجوده في حياتي، وهو غرف 60 داهيه. الو، ايوه يا بابا. اه يا حبيبتي، اه عامله ايه دلوقتي؟ بس انا ما عرفتش اكلمك طبعا في الجنازه، بقاء لله وحده. مش مهم يا بابا الكلام ده دلوقتي، انا عايزاك في حاجه مهمه. ايه مالك؟ انا سمعت هشام وهو بيتكلم في التليفون وبيقول كلام غريب. كلام ايه؟ انا حاسه يا بابا انه بيخطط لحاجه. وقلت لك في ايه يا منى؟ كلامي بابا، انا شاكه ان هشام ليه يد في اللي حصل لعمر. الكلام اللي انت بتقوليه ده معقول الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده يا بابا. بتكلمي مين؟ انت مش سامعاني؟ بقول لك بتكلمي مين؟ بكلم بابا. اه طب بيكلمي وقت تاني عشان مستني مكالمه مهمه. الو، معلش كان معايا مكالمه، ممكن نتقابل بكره مفيش مشكله، بس مش عاوز اي حد يعرف. انت فاهم قصدي ايه؟ يا منى انت رحتي فين؟ معلش يا بابا الخط قطع. انا في البيت. ايه الكلام اللي انت قلتيه من شويه ده؟ قولي لي بالظبط عشان انت قلقتيني جدا. انا مش عارفه اتكلم دلوقتي. طب خلاص 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 يا حبيبتي، انا جاي لك، انا جاي لك. مع السلامه. مع السلامه. انا مش هقدر اكمل المهمه دي. مش هتنفذ الاوامر يا فندم؟ انا لو خنت زمايلي سهل قوي ان انا اخون بلدي، وده لو امر رسمي انا مستعد ان انا اضحي بحياتي علشان خاطر الوطن، لكن امر بالشكل ده سامحني مش هقدر. برافو برافو يا حلمي. نعم يا فندم. كنت هتصدم فيك قوي لو نفذت اللي طلبته منك، بس انا بحمد ربنا ان انا لسه عندي القدره على تقييم الناس، وانا نظرتي ليك في محلها، ده كان امتحان
وانت عديته بنجاح باهر يا حلمين. ايه ده؟ يعني سيادتك ما كنتش عايزنا نتجسس على زمايلي فعلا؟ ما تاخدش الكلام كله زي ما بيتقالك، لان اللي ما بيتقالش اكتر بكتير جدا من اللي بيتقال. اهم شيء انك ما تعتمدش على اشخاص، خلي ثقتك بنفسك ودماغك وبس. طب وكلام سيادتك ليه دلوقتي؟ هل هو حقيقي هو كمان ولا اهو ده اللي مش هتقدر تعرفه؟ تعرف يا حلمي، انت بتفكرني بنفسي ونفس سنك كده. رئيسي المباشر طلب مني اني اكتب تقارير عن زمايلي، ما قدرتش، رفضت ورحت اعتذرت له. وهو كان رد فعله ايه سيادتك؟ رقاني، طلعني اول مهمه ميدانيه ومسكت المسدس وبدات العب لعبه الحياه والموت. وده بالنسبه لسيادتك كان كويس؟ المساله نسبيه تماما، يعني في ناس ممكن تعتبره نعمه وناس ثانيه تعتبره لقمه. مش بقول لك حلمي، بتفكرني بنفسي بالظبط وانا صغير في سنك كده لما رئيسي اداني اوامر اني اكتب تقارير. نفس الحيره اللي في عينيك دي هي كانت نفس الحيره اللي في عينيا لما رئيسي طلب مني اكتب تقارير. بص لي كويس، بص لي كويس يا حلمي، هتشوف نفسك بعد 30 سنه. وانا طول يا فندم اطول احقق ربع اللي سيادتك حققته. اتمنى لك كده. شوف يا حلمي، انا بيتي ومكتبي مفتوحين لك، اذا كنت عاوز تبلغني اي شيء بدون اوامر انا في انتظارك. تمام. خلاص يا باشا، هتفتح ايه؟ ايوه. ايه ده؟ ايه؟ انت مش عارف ايه ده؟ لا مش عارف. الله، انت مش قلت لي السديس ده عليه الشغل بتاعك؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه الحروف والارقام دي؟ والله بص، طالما دي ارقام يبقى ده اكيد رقم تليفون، واحتمال يكون دولي لان الرقم طويل. شفرة. بقول لك ايه؟ شفره مش شفره ماليش فيه، انا عملت كل شغلي، دمرت لك الباص على الاخر اهو، يعني السديس ده هتحطه في اي جهاز هيفتح لوحده، اقعد انت بقى فك شفراتك على ما انا اروح افك ميه في الحمام واجي، ماشي؟ ما تاكلش منه. هتعمل ايه يا عمر؟ هتعمل ايه؟
عمر نصر الصحفي اللي مات من يومين. ايوه صح صح، بس مت ازاي وانت واقف قدامه اهو بيرفكت مان. متشكر قوي علي على اللي انت عملته، بس انا لازم امشي دلوقتي. لا تمشي تروح فين؟ ما انا لازم افهم جو السسبنس ده، انا عايزه قوي. وقت علي يلا تامر. تامر مين؟ انا لازم افهم كل حاجه، انا اخلي امي تسيح لك كلها. تحب اقعد ارغي معاك ولا سيبني امشي دلوقتي؟ استاذ عمر تقدر تستاذن، ده ميعاد حمام التواليت بتاعي. وزي ما انت قلت انا ميت، يعني لو فتحت بقك بكلمه واحده هخلص عليك. اقسم بالله انت راجل ابن حلال وطيب، وبعدين انا هاكر اساسا والبوليس بيدور عليا اكتر منك. بقول لك ايه، الشارع تحت مترشق بوليس، وبوليس نوعه غريب قوي كده، اول مره اشوفه. اكيد النوع ده مش هيجي لواحد تافه. يلا تامر. اكيد انت المطلوب. تامر هتنزل على ابوك على طول وتقول له ما يدورش عليا، انا هعرف الاقيه. اسمع الكلام يا تمور، وانت ما تقلقش يا استاذ عمر، اي حد هيسال عليك هخلي امي تعمل معاه السليم. الله يرحمك يا رب ويديك طول عمرك. يا حاجة انت مين؟ بقولك افتحي يا ساتر يا رب. تفتش تفتش، صفتك ايه هنا عشان تفتش؟ لوحدك هنا؟ ايه؟ انت هنا لوحدك؟ لوحدي وابن فليبيا من زمان، عرفته فين؟ كمل وراه وقابلها شكري بيه. هو في الجامع دلوقتي. يا فندم حددنا مكانه، الاشاره اللي عندي بتقول كده. مستنيين ايه؟ ما تخشوا جيبوه بسرعه. شفت انك فوق السطوح عشان كده عملت لك شاي. شايف؟ كده لو الناس عرفت ان انا لسه عايش هيقولوا ان انا اللي لفقت حكايه موتي دي علشان اهرب من الاعدام. والمشكله بقى ان اللي كاتب الخبر في الجورنال بتاعي حته عيل، انا اللي معينه ومعلمه كل حاجه. ولا يهمك، قدام كل خاين ربنا هيوقف لك 10 يوقفوا معاك ويساعدوك. ما افتكرش. اكيد هم عرفوا ان السدهية دي هتوصل لك، او اللي لقى السدهية دي هيعرف يديها لك، عشان كده سبب. كانوا يقبضوا عليه؟ يمنعوه يديني السدهية دي باي شكل، مش ده كان اسهل؟ اكيد. هم دلوقتي بقى لازم اعرف ايه اللي على السدهية دي. دي اهم حاجة لازم اعملها دلوقتي. هيكون ايه على السدهية دي؟ والله ما عارف. منى مجدي مش كده؟ جمال سليم لواء شرطة. أنا آسف إن أنا جيت من غير ميعاد، بس
للضرورة أحكام؟ لا أبدا، بس أصل والله لو مش عاوزة تعرفي أنا جايلك مخصوص هنا ليه، ممكن نأجلها وأجي في وقت تاني. لا وقت تاني ليه؟ أنا الحقيقة الفضول مخليني عايزة أعرف حضرتك عايزني في إيه. طب بعد إذنك بقى ندخل نتكلم جوه، لأن الكلام اللي هقوله مش مفروض حد يسمعه. اتفضل. اتفضلي. اتفضل حضرتك. الحقيقه يا دكتوره منى، انا اللي شجعني اجل حضرتك حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان احنا كوزاره واجهزه امن بنحافظ قوي على امن البلد دي، وبنحافظ كمان على المواطنين وخصوصا شخصيه مثل حضرتك. والحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه دي بقى حاجه شخصيه. شخصيه؟ ويمكن عائليه كمان. انا مش فاهمه. هو حضرتك مش متجوزة ضابط شرطة؟ أيوة. خلاص يبقى نفس العيلة. آه. أنا آسف، الكلام أخدنا وما قلتكيش الباقية في حياتك. لا أبدا مفيش حاجة، البقاء لله. الحقيقة دكتورة معرفتي بشخصية عمر تؤكد لي أنه بعد الطلاق كان في بينكم علاقة شخصية محترمة. لا إطلاقا، أنا علاقتي انتهت بعمر قبل الطلاق بشهور، وبعد كده أنا ارتبطت بهشام. علاقتنا كانت رسمية جداً وفي أضيق الحدود. عمر الحقيقة كان ليه علاقة مع ناس ممكن تقول عليهم أشر ناس في الدنيا، والناس دول قرروا ياخدوا موقف من عمر. لو تفتكر إن عمر مات بأزمة قلبية زي ما بيقولوا، لا، عمر اتقتل. إيه؟ ادوله حقنة بعد ربع ساعة تبدو إنها أزمة قلبية، لكن بعد كده بيموت كأنها متطبيعية. وإيه اللي يخليهم يعملوا حاجة زي كده؟ إيه اللي يخليهم يعملوا كده؟ أهو إجابة السؤال ده هتعرفنا حاجات كتير قوي، ويمكن من خلالها نبرأ عمر من قضية التخابر. يا ريت. على العموم الحكاية بالنسبة لهم ما انتهتش. الحاجات اللي عند عمر واللي هم عاوزينها قوي هتخليهم يحوموا حوالين كل حد ليه صلة بعمر، يمكن يفيدهم عن الحاجات اللي هم عاوزينها. يعني ممكن يعملوا؟ لا لا ما تخافيش دكتورة، انت متأمنة كويس جدا، العمارة كلها متأمنة كويس قوي، ناقص حاجة واحدة بس، نأمن الشقة من جوه. طبعا طبعا تحت أمرك. طب اسمحي لي بس أخلي الولاد يدخلوا علشان يظبطوا كل حاجة ويعاينوا الشقة. ألو؟ تفضل. انجز بسرعة، احنا ضايقنا الدكتورة، ازعجناها اخر ازعاج. لا لا ابدا مفيش اي ازعاج. تاكدي يا دكتوره ان الداخليه مفتحه جدا، داخليه قويه تقدر على الناس دي واللي اعتى منهم كمان. بس انا هطلب منك طلب، ارجوك تنفذيه بكل حرص. لو وصلتي لاي معلومه ولو صغيره عن الناس دول ارجوك اتصلي بيا. الأجهزة كفت المكان كله؟ كله تمام.
ايه دي؟ انت جبتيها ازاي؟ انت بتجسس عليا ولا ايه؟ اوعى تفتكر انك ممكن تغير الموضوع. انا قتلت الحكايه دي النهارده. انا ما فيش سر في حياتي لو قلت لك عليه. واديني بدفع الثمن ومش ندمانه. انما تخبي عليا حاجه زي دي؟ كلم ناس تهددها في التليفون وعلى طول عصبي. مين يستحمل ده في الظروف اللي احنا فيها؟ وايه الظروف اللي احنا فيها بقى؟ والله مش عارف. طب انا جالي ليه النهارده؟ كان بيتكلم معايا في قضيه عمر وكان معاه ظباط ودخلوا جوه، ولو كانوا شافوا المصيبه دي كنا رحنا كلنا في 60 داهيه. وايه اللي هيودينا في 60 داهيه؟ دي مجنونه. انت عارف ان هم شاكين ان عمر مات مقتول؟ الله يرحمه. بسم الله ما شاء الله. ده ايه البرود ده؟ منى! ايه الفلوس دي يا هشام؟ ايه السلاح ده؟ ايه اللي مخبيه عليا؟ اقسم بالله العظيم لو ما قلت لي دلوقتي لاخد ابني وامشي ومش هتشوفني تاني. براحتك. اعمل اللي انت عاوزاه. مهزلة بكل المقاييس. سعادتك انا كنت بشوف شغلي مش اكتر. وشغلك بيقولك انك تجيب راجل غلبان زي ده وتهينه وتعذبه علشان تاخد منه اي كلام. الراجل الغلبان ده يا فندم هو اللي كان مخبي عمر نصر عنده في البيت وهرب مننا، واكيد بقى عنده كلام كتير جدا هو مش عايز يقوله، وانا بقى مش هسيبه لما يقر. عاوز تقرره ولا تنتقم منه؟ انا انتقم منه ليه يا فندم؟ وانا في ايه بيني وبينه؟ مش هرب عمر نصر وما خلكش تقبض عليه؟ والله لو كان هربه فعلا يبقى يستاهل اللي جراله واللي هيجراله. والنتيجة ايه؟ صفر كبير مدور. الراجل ده لو مات في ايدك هتفضل شايل ذنبه طول عمرك. ذنب ايه يا كمال بيه؟ ده عيال وسخة وشمامة وملهاش دية، واحنا بقى بنكسب ثواب لما بنخلص العالم من امثالهم. شكري، دي ارواح بشر زي وزيك، ومش احنا اللي نقرر يستاهلوا ايه وما يستاهلوش ايه. ذكر الجهاز بتاعنا بيضطر احيانا انه يتخلص من الناس، فده بيبقى في اضيق الحدود علشان ما نتحولش سفاحين وقتل. طب وهو عمر نصر ده اللي انا كنت مبعوت عشان اقتله، مش روح هو كمان؟ دي اوامر عليا مش ضروري نعرف اسبابها. انما طير ده راجل غلبان يروح ليه في الرجلين؟ لا اسمح لي يا فندم، انا بختلف مع سعادتك. انا مهمتي ان انا اقبض على عمر نصر، ولو اضطريت ان انا اعمل اي حاجه في الدنيا عشان اوصل لغرضي ده صدقني هعملها. انت مش متجوز ما عندكش اولاد، شايف عليهم ولا على مستقبلهم؟ ما فكرتش لو عندك اولاد وكبروا انهم يتحملوا اخطائك؟ والله سعادتك شغلي هو كل حياتي. طب خلي بالك، لان شغلك ده برضو هو اللي ممكن ينهي حياتك. طب ممكن ارجع على مكتبي واشوف شغلي ولا في حاجه تانية؟ زي ما انت عاوز، ولو عاوز تروح روح وسيب لي الطيره انا هتصرف معاها. هقول يا فندم بنفسك. مضطر. هنزل ساعتك. اهلا. اهلا يا موزع. قبل ما نتكلم هنا كمان انا عايز اعرف انتوا ايه علاقتكم بالظبط بموت عمر نصر؟ دي سخنه قوي. ما اقولكش جرايه يا قطه، انت فاكرانا مافيا؟ انا كنت قاعده معاك وكنت بشتكي منه، وانت قلت لي انك هتتصرف. تاني يوم لقيته مات. انا كل الحكايه كنت هقرص له ودنه قرصه خفيفه كده عشان يبعد عنك وما يضايقكيش، بس هو خدها من قصيره واتكل، وده طبعا من حسن حظه. وبعدين انت ما قريتيش عنه مكتوب ايه؟ ها؟ دول كاتبين عنه انه جاسوس ووراه بلاوي سودا. انا ما بصدقش كلام الجرايد. والله انت قادره. بقول لك ايه؟ ما تخليش دماغك تشطح لبعيد. احنا لو بنحل مشاكلنا بالشكل ده كان زماننا خلصنا عن نص البلد. تاكلي ايه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ برأي ايه؟ ما بتتفهمش؟ تمام يا باشا. بص يا ست، انا افهمك. في حتة ارض في المقطم دولة كانت عرضها للبيع، وانا ويحيى بيه دخلنا مناقصة عليها، بس للأسف المناقصة أخذها راجل مستثمر خليجي. أزيوش المستثمر ده كان عايز يعملها كومباوند،
وانا والراجل ده عملنا كل اللي نقدر نعمله علشان نزهقه من الارض، لا نخليه يعرف يبيعها ولا حتى يلتزم بمواعيد عن طريق بقى اشاعات، خطف زباين، مقاولين من بطن، ياخروا المواعيد علشان الاسعار تعلى. المهم الراجل في الاخر وافق انه يبيع، بس للاسف في مشكله، الراجل برضه مش عايز يخسر والارض غاليه. هنا بقى يجي دور كلامك. اللي هو ايه ده؟ انت عارفه ان في صخره كبيره وقعت في المقطم وكانت سبب في مأساة الدنيا، والناس بتقول ان الارض في المقطم كلها نوت ستيب، وعشان كده هي ارخص من اي حته تانيه. عايزك انت بقى تنفخي في الموضوع ده وتخوفي الناس عشان يخافوا يشتروا هناك، وخصوصا في المنطقه اللي فيها الارض بتاعتنا. وانت تحت ايد كل الصحفيين، وبالنسبه للجبر ما تخافيش هيتعاون معاك. مش بس كده، في صحفيين كتير قوي في الجورنال بيشتغلوا معدين لاكبر واهم برامج في مصر. يعني انت ممكن تطلعي في برنامج او اتنين تحذري الناس وتخوفيهم، وممكن نأيد كلامك باتنين تلاتة جيولوجيين وبخرائط موثقه نثبت كل كلامك. ساعتها كل اللي عايزين يشتروها هيخلعوا. اسم الله عليك يا مزة. وساعتها المستثمر الخليجي هيجي راكع على رجليه ويقول اشتري الارض بالسعر وبالطريقه اللي انت عايزها. حرام اللي هتعملوه في الراجل ده. انت عايزانا نسيب ارض بلدنا لراجل غريب؟ يا شريف، الدمعه هتفر من عيني من كتر الوطنيه. طب نفرض ان انا وافقت، هي هتبقى باظت على الكل. ازاي هتشتروا ارض كل الناس عارفه انها بايظه وهتقع، وكل الكلام الجميل ده؟ الناس بتنسى، وعلى ما نجهز ونوضب الارض هنكون اتصرفنا. ازاي؟ عادي، زي ما اتقال ان الارض بايظه ومش نافعه هيتقال انها حلوه وروعه. انت عايزني اطلع تاني واغير كلامي واقول ان انا كنت غلطانه؟ ابدا، ده مش قياس. احنا هنطرح وجهه نظر جديده، وممكن نطلعك في البرنامج مع حد منهم وتقتنع بوجهه النظر. طب لو انا وافقت على الموضوع ده، الناس اللي هيشتغلوا معايا اكيد هيبقوا عايزين فلوس. والله لو طلبوا في حدود المعقول واي نوت. وانا؟ انت هيبقى لك احلى واجمل واطعم فيلا في الكومباوند هديه ليكي. وهديه لمين؟ الاحلى واطعم واجمل مدير التحرير في العالم. وطبعا ده مش هيبقى أول ولا آخر تعامل بيني وبين يحيى. يبقى عشان كده انتوا كلمتوا جبر عشان يخليني مدير التحرير، لأن عمر نصر طبعا ما كانش هيساعدكم في الموضوع ده. بص يا رجل، أنا كنت قلت لك الكلام ده قبل كده وإحنا بعدنا، بس أنا دلوقتي هقول لك قدام يحيى بيه. مش عاجبك السوق؟ امشي، روحي قدمي استقالتك لجبر، واحنا هنتصرف معايا يشوف لنا واحد تاني. لو عجبك بقى كلامنا اشتغلي معانا، بس من غير ما توجع لنا دماغنا. تمام؟ لا يا شريف، رضوى هانم هتوافق وهتجيني بكره المكتب عشان اديك الاوراق ونتفاهم في الموضوع ده. وعايزك في موضوع برضه. نسيت المفتاح يا هشام. منى، منى ارجوكي ارجوكي فوق يا منى. منى انا لسه عايش، انا ما متش. حتى بعد ما سيبنا بعض برضه عندك القدره انك تجيب لي انهيار عصبي. انا اسف، آسف، بس والله أنا ما عملت حاجة علشان يحصل لي اللي بيحصل ده. أنا كنت خلاص بحضر نفسي أبقى موظف صحفي بيروح الجورنان وبيروح على البيت، بس الظاهر بقى المشاكل هي اللي مش عايزة تسيبني. طب ما تطلع على التلفزيون وتقول الحقيقة للناس. وأنتِ ما قريتيش عن قضية التخابر اللي هم عاملينها لي؟ ليه؟ عشان أفضل هربان. أيوه ليه كل ده؟
تمام سعادتك. عمر عن طريق طوبنا دلوقتي. طب اتفضل انت. ايوه. اوامر سعادتك. تحت اوامر سعادتك يا فندم. احنا جاهزين للتحرك. عاوزه حي يا شكري. مش فاهم يا فندم، يعني ما هو المفروض كده كده ميت، ايه اللي هيفرق يعني؟ عاوز نعرف انا منين، اتكلم مع مين، ايه اللي حصل له، مش عاوزين نسيب ورانا بيبان مفتحه. تمام سعادتك. اهي جات لك مقشره، مش عاوز اسمع تاني اي اعذار، اي اعذار. ان شاء الله يا فندم هيكون عند سعادتك. وانا مستني. انا اذنك يا فندم. أنا عارف إن وجودي ممكن يسبب لك مشاكل. لا بس أصل زياد نايم وممكن يصحى في أي وقت ويشوفك. وهشام كمان ممكن يجي في أي لحظة. ممكن. وعشان كده لازم. من غير ما تكملي. أنا فعلا لازم أمشي. خلاص. بعد اللي حصل ده صعب أقعد في أي مكان أكتر من 5 دقايق. يا إما هأذي الناس اللي فيه. وانا ما ازيدكيش، او يمكن اكون عملت كده وازيد كل اللي حواليا، بس صدقيني غصب عني ما كنتش قاصد. القوة اتحركت؟ من تلت ساعة يا فندم. حلمي عاوزك تروح وراهم فورا دلوقتي، تراقب كل اللي هتشوفه بدقة، وترفع لي تقرير رسمي بكل اللي شفته. لكن يا فندم أرجوك، ده أمر رسمي مش أمر شخصي زي المرة اللي فاتت. للأسف ما بقتش أثق في شكري ولا في قدراته. ما هو يا إما عمر ده أذكى مننا كلنا، يا إما شكري بينفذ حاجة في دماغه ولا حسابه الشخصي. تقصد سيادتك إنه ممكن يكون قصد إن عمر يهرب منه؟ أنا ما أقدرش أرمي اتهامات بدون دليل. أتمنى إن ظني يطلع في غير محله، وإن رجالتي يكونوا بالكفاءة المطلوبة. تمام سيادتك. ايه ده يا زياد؟ انت لسه صاحي؟ انا كنت عارف انك هتكلمني. يبقى اتفرجت على البرنامج. ايوه انت كنت تضحك. اعمل ايه بس؟ ما بدل ما نتخانق يا زياد. خلاص يا زياد. انا لسه متكلم. زياد اسمع كلام مامي يخش نام. انا لسه مش عايزه انام دلوقتي. زياد الو. معلش يا عمر، هو لازم ينام عشان عنده مدرسه الصبح، بس كان مستنيك عشان تكلمه. معلش انا اسف طبعا ان انا بكلمكم في وقت متاخر. لا ابدا مفيش مشكله. طيب من فضلك قولي له بس ان انا مسافر اسكندريه كده يومين اجازه، ولما ارجع ان شاء الله هنبقى نقضي يومين مع بعض. تصبحوا على خير.
ابني لازم يعرف الحقيقة. أنا مش جاسوس. لازم تقول. أنا متشكر منى. آه، في ناس جم سألوا عليك. لواء اسمه كمال سليم وقال لي حاجة غريبة. قال لي إن الوفاة حصلت بسبب حقنة مميتة بتعمل شبه زي الأزمة القلبية كده وما بتسيبش أي أثر في الجسم. الكلام الفارغ بقى. هيبدأوا يطلعوا إشاعات علشان أفضل هربان. بالعكس، ده قال لي لو قدروا يعرفوا معلومات عن الحقنة دي ممكن يطلعوك براءة من قضية التخابر. اسمه إيه؟ الو، استاذ رضوى القصاص؟ ايوه، مين معايا؟ انا حد ما تعرفيهوش، بس عندي معلومات مهمه جدا عن قضيه التعذيب اللي حضرتك شغال عليها. ايه؟ لو الموضوع يهمك قابليني في وسط البلد بعد 9:30. اول ما توصلي كلميني على التليفون. طريق، قربت اوصل. كويس قوي. اول ما توصلي ميدان مصطفى كامل تركيني العربيه وتنزلي منها. معلش بس انا كده ابتديت اقلق. هو احنا مش هنتقابل في المكان اللي اتفقنا عليه؟ لو قلقانه او خايفه يبقى بلاها، لفتي وروحي على ايدك. وانسى انك تكلميني تاني. قررتي ايه؟ اوكي. قلت لأي حد إن أنت جاية تقابليني؟ لا. ترجعي عربيتك فورا. ليه؟ في حد مراقبك. خش العربية، ما تبصيش وراكي. خش العربية بسرعة وحط التليفون على السبيكر وأنا هقول لك هتعملي إيه. زي ما انت خليكي ماشيه على طول. اسرع يا رضوى على قد ما تقدري. برافو عليك. حاولي تطلعي من العربيه اللي قدامك. خش الميدان اكنك ماشيه على طول. خش شمال دلوقتي حالا. خش شمال. نعم. حاسه انها متراقبه؟ ليه، هي شغاله معانا ولا ايه؟ شكلك انت اللي مش عارف تعمل شغلك صح. بقول لك ايه، انت لو ما جبتليش تقرير مظبوط عنها وديني ما ارحمك. انت سامع؟ انا
دخلت الباركينج انا مش شايفه حد خالص، انا ماشيه على طول اهو. طب انت فين؟ طيب انا وراكي بس. انت نسيت حاجه؟ تعيش نسيت حاجه؟ احنا كده اللي بقى شويه قواعد. طب عمر بيهرب منكو لانه راجل في حكم الميت، وجارسته هي اللي بتحركوا علشان يبعد عن صياده، انما حته بنت صحفيه في جرنان تهرب منكو؟ انا بدات اشك في قدره الجاء، بدات اشك في نفسي شخصيا. فندم انا مش جاي اقدم اعذار كالعاده، احنا فعلا عندنا مشكله كفاءه وكلنا محتاجين اعاده تاهيل. ده بالنسبه لك، ما تعلقش اخطائك على اي شماعه، ولو كنت مؤمن بالكلام اللي انت بتقوله ده استقالتك تبقى على مكتبي. ممكن حضرتك تديني فرصه اخيره؟ ما هو مفيش انجاز، لو رؤسائي بيدوني الفرصه دي كنت اديتها لك، لكن انا بسمع منهم نفس الكلام اللي انا بقوله لك. تمام يا فندم، انا في مكتبي ومنتظر تعليمات سعادتك. على اذنك. لما فكرت في كل الناس اللي حواليا لقيت ان انت اكتر حد ممكن اثق فيه. اكتر حد ممكن تثق فيه؟ ولا اخر واحده ممكن اي حد يفكر انك تلجأ لها؟ انا طبعا مبسوطه انك عايش ومبسوطه اني شايفاك قدامي دلوقتي، بس مش عارفه اقول ايه، مش عارفه احس ايه اصلا. مش عايزه تبقي صحفيه كبيره؟ اتفضلي يا ستي الفرصه قدامك. ابقى صحفيه؟ انا صحفيه غصب عنك. ولعلمك بقى هتشوف الموضوع اللي انا شغاله فيه دلوقتي لما يتنشر هيعمل ايه في البلد وهيكشف مين. بتهيالي اللي انا فيه ده اهم من اي موضوع ممكن اي حد يكتب فيه. بس ده موضوعك مش موضوعي. صدقيني لو المشكله دي اتحلت وعد مني الموضوع ده هديه مني ليكي. المشكله دي ممكن تتحل ازاي؟ وبعدين حتى لو اتحلت تفتكر ممكن تتنشر؟ حاضر، انا محتاج مساعدتك بجد. عمر الموضوع ده خطير قوي وانا عندي بنت. انا مش هسمح ان اي حاجه تحصل لك صدقيني. واللي حصل النهارده ده انا مش عارف حصل ازاي، ازاي قدروا يراقبوكي؟ لو قلنا مثلا ان هم عرفوا التليفون بتاعي ما لحقوش يراقبوه، والا كانوا زمانهم حوالينا دلوقتي. نفسي اعرف ازاي ربطوا بيني وبين. ايه؟ اني كتبت اسمك في الاوضه اللي انا كنت قاعد فيها. كتبت اسمك في الاوضه؟ ازاي يعني؟ كنت بفكر بس ازاي قدروا يعرفوكي؟ ازاي قدروا يراقبوكي في الوقت ده؟ مين اللي بيجري ورايا؟ مين الناس دول؟ قول لي يا عمر انا ممكن اساعدك ازاي؟ قول لي نبتدي منين؟ جبر وقاسم. جبر ده اول واحد كلمته، ومع ذلك راح الجنازه الوهميه اللي هم عملوها لي، ومبطلش نشر مواضيع اللي بتاذيني وتدمر سمعتي. وانا متاكد كمان ان هو اللي بلغ عني علشان يجي يقبض عليا عنها. وياسر بياخد تعليماته من جبر. موضوع الجاسوسيه والخيانه ده موضوع كلام فارغ، ومش ممكن يكون وصل للمعلومات دي بنفسه. اكيد حد قالها له، اكيد حد ملاها لكل الناس لانها مكتوبه بنفس الصيغه في كل الدوائر. انا شايفه ان احنا لازم نركز مع جبر لان هو اللي ليه علاقه مباشره بالموضوع. لا جبر ده تعبان، لو فتحت معاه الموضوع بشكل مباشر او غير مباشر هياخد باله، انما ياسر هو السكه السهله. طب انا هروح دلوقتي الجرنان واروح لقاسر واحاول افتح معاه الموضوع كده من بعيد واشوف هيحصل ايه. بصي قولي له الموضوع اللي انت شغال عليه بتاع التعذيب ده يعني ليه علاقه مباشره باشخاص موجودين في قضيه التخابر بتاعتي، وان انت كمان محتاجه استشاره قانونيه. اوكي. طب هو انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف ابدا منين ولا اعمل ايه، بس اهم حاجه اعملها دلوقتي ان انا الاقي اي حاجه تثبت ان انا كنت عايش او ان انا عايش دلوقتي، علشان بس منى تقدر تبدا في اجراءات اعلام الوراثه. انا عايز فلوس، انا خلاص ما عادش معايا فلوس خالص. بس انت هتعمل ده ازاي؟ ان شاء الله ربنا هيسهل. الراجل اللي كان بيراقبني ده يعني تفتكر ممكن الاقيه تحت مستنيني؟ ولا تقلقي، اول ما تنزلي اشتري اي حاجه من اي محل وامشي عادي وركبي عربيتك وسيبيه يراقبك عادي خالص. ازاي يعني؟ هما مش عايزين منك اي حاجه، اعتبريه حراسه شخصيه. وانا كمان هعمل اكونت على فيسبوك وهتكلم معاكي، مش عايز اكلمك في التليفون ومش عايز نتقابل تاني. لا بالعكس، خلينا نتقابل، يمكن تبقى دي مغامره هتخليني ابقى صحفيه بجد. رضوى انتي مش شاكة اكون جاسوس بجد؟ جاسوس؟ لا، لانك لو ما كنتش بتحاول تثبت براءتك كان زمانك بتحاول تهرب دلوقتي من البلد وخلاص، انما انت قاعد ومستني ومستخبي وبتحاول تعرف الحقيقة، يبقى الحقيقة في صفك. عارف ان الوقت مش مناسب، بس انا بجد عايز اعتذر لك عن كل كلمة قلتها. لا يا عمر ما تعتذرش، لأن كل الكلام اللي أنت قلته ده كان من قلبك، بس أنا هخليك تعترف إنك غلطان.
ولو ان ده هيبقى اصعب بكتير من انك تثبت انك عايش بعد ما مت ودفنوك. انت عرفت منين ان انا مش ممكن ابلغ عنك؟ عشان عندك حاجه عايزه تثبتيها، وده هيكون احسن رد عليا علشان اطلع غلطان. بس والله العظيم في اللحظه دي اتمنى ان انا فعلا اطلع غلطان. استنى بقى لغاية ما اجيلك وانا متأكد بنفسي. انا هقول لك طراس الافعى بايد عدوك. لا بجد، ده انت عايش بقى. اسف ان انا خيبت ظنك. بصراحه ربنا انت خيبت ظني فعلا، وانا مش مبسوط. انا كنت عامل حسابي ان انا هزورك في المقابر، ادعي عليك دعوتين وبعدين اروح. بس زيارتي دي شكلها هتتاجل، او يمكن ما تتاجلش حسب ما هتقولي انت جاي لي انا ليه. انا جاي لك علشان عايزك تساعدني. اساعدك؟ ايه النكته الغريبه دي؟ صحيح عمر، انا صحيت الصبح كنت حاسس كده ان اليوم هيبقى لطيف وظريف، بس ما كنتش متخيل انه هيبقى بالظرف واللطف ده ويقلب في الاخر برضه كوميديا. انا سعد وقال وجيه، لو سمحت خليهم يجهزوا لنا 2 فطار سبيشال فيهم كل الحركات. واضح بقى ان الاستاذ عمر ما كانش بقاله كتير، والله اعلم هياكل تاني انت. تعالى تعالى، عايز نساعدك ليه يا عمر؟ ده انا يا راجل اتسجنت بسببك 8 و8 شهور، خسرت أرض ب70 مليون جنيه، ده غير اللي لها في المحامي وشوية الناس ريال. هات لي بقى سبب واحد وجيه في الدنيا يخليني أساعدك. نسيت حاجة كمان أنا كنت السبب فيها، إن المدام طلبت الطلاق لما أنت اتسجنت، ولا دي حاجة جت على هواك؟ لا دي معاك حق، بس برضو ما قلتليش ممكن أساعدك ليه؟ يمكن عشان العشرة. العشرة؟ لا بص بقى، مش عايزين نتقرف، خلي الكلام ده بعد الفطار. يمكن أو تقدر تقول يعني إن في حاجة عندي أنت ممكن تبقى عايزها بجد. أنت معك حاجة أنا عايزها؟ أدي نكتة،
احلى بالاولانيه بس برضه نكته. يا ابني انت هربان من قضيه تخابر، الله اعلم يكونوا ملفينها لك ولا لا، واصحابك اللي انت متسند عليهم دول باعوك دولك السكه، فانت جايني انا مصدي وعدمان كده مش لاقي حتى تمن فطار، ومتخيل ان انت عندك حاجه انا ممكن اكون عايزها. لو ايه يا عمر؟ انا عايزها لدرجه ان انا ممكن اساعدك. انا عايز اعرف الحاجه دي ايه بجد بقى. برافو عليك يا عمر لانك اثرت فضولي وخليت رغبتي في ان انا انتقم منك اقل بكتير جدا من رغبتي ان انا اعرف. قول لي بقى ايه الحاجه دي؟ في ارض قد الارض اللي انت اتسجنت بسببها مرتين، وهتدفع فيها 30 مليون جنيه بس. 30 مليون؟ ايه؟ افتقرت وعايز تفهمني لو معكش 30 مليون؟ لا 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 مش ده الموضوع. قول لي بس الارض دي فين؟ جنب الارض اللي انت اتسجنت بسببها. زمان وانا شغال على موضوعك ببص على الخرايط كده واقول الراجل ده حمار ولا انا اسف. انا كنت بقول كده لنفسي يعني. بقول ازاي يسيب حته الارض دي ويطمع في حته الارض دي؟ مع ان الارض اللي هو سايبها هيتفتح قدامها طريق زي ما انت عارف، وساعتها ثمنها هيتضاعف 10 اضعاف. وانت بقى الذكي ها؟ متخيل ان انا ما حاولتش اخد الارض دي باي طريقه. دي خابت منك يا عمر. الارض دي يا عمي عليها نزاع بين العرب والحكومه والورثه وفيها قتل وبلاوي سودة. الارض دي خلاص ما عادش عليها اي نزاع، النزاع اتحل. واللي خدها هيتصالح مع الحكومه لو دفع 10 مليون جنيه بس هو ما عرفش. لو انت دفعت ال 10 دول اديته 20 مليون هيسيب لك الارض. انت عرفت المعلومات دي ازاي؟ تقدر تقول المحامي اللي شغال على الحكايه صاحبي، وهو اللي حكى لي، وهو الوحيد اللي ممكن ياثر على صاحب الارض علشان يبيعها لك بالثمن ده. فانا بقى محتاجه عشان من غيره مش عارف اقنع الناس دي واخلص الدين، مش كده؟ بالظبط كده. مين بقى المحامي ده؟ لا هتعرف لما تروح تمضي، وقبل ده كله لازم تعمل اللي انا عاوزه. طبعا هعمل لك اللي انت عاوزه، احنا لازم نعمل كل اللي انت عاوزه، واولهم بقى ان احنا هنفطر. الشخصين اللي اتقتلوا بيهم خارجين من مسدس متسجل باسم الدكتور عباده جاره. والعربيه؟ العربيه احلقناها بعد نص ساعه، ركنها في الجراج بتاع هايبر واختفى بعديها على طول. احنا كده مضطرين نغير الخطه ونشوف خطه ملائمه. احنا نكلم كمال بيه وهو يتصرف. اتفضل هاني. Thank you.
لازم اقابلك لاني بجد محتاجه حد فضفض معايا. انا سهيت امي بالعافيه عشان اعرف اهرب من البيت واجي قبلك، وربنا يستر بقى اللي هتعمله بعد ما ارجع. انا حصل لي مشاكل كتير قوي مش هقدر اشتغل الشغلانه دي تاني. ده بسبب حاجه ليها علاقه بعمر؟ هو انت عايزاني بسبب الموضوع ده؟ انا برضو بطمن عليكي، بس بصراحه هو ده السبب الاساسي. انا رحت لقاسر وقال لي ان انت ممكن تفيديني. رحتي لقاسر ليه؟ ايه اللي انت عارفاه يا زينب؟ انا اضطريت انا واهلي بسبب الموضوع ده، وبجد مش هقدر اقول اي حاجه تانية. كفايه اللي جرالي. ما هو اللي جرالك ده مش هيخلص ابدا غير ما تتكلمي وتقولي الحقيقه. انا عارفه ان انت تعبتي وضحيتي كتير، يعني دفعت ثمن غالي، كل ده هيضيع لو ما اتكلمتيش. انا ابويا اتنقل من شغله وخي اتلفقت له تهمه ودخل السجن بسبب الموضوع ده. ايه؟ انا غلطانه اني قابلتك. زينب اللي انت هتقوليه محدش هيعرفه. نفس الكلام اللي قاله ياسر بالظبط. عمر بريء. استاذ عمر مات والحي يبقى من الميت. عمر عايش. عايش ما ماتش. بس ممكن يموت وممكن يتقتل لو انت ما اتكلمتيش. انا ما اعرفش انك هتكلميني في الموضوع ده. والله ما اعرف. طيب انا هقولك على كل حاجه، بس اقسم بالله لو حد عارف اني قلتلك اي حاجه لاكون مموته نفسي، عشان مش عايزه اي حد من اهلي يتاذي تاني بسببي. فاهمه؟ فين الراجل اللي بيراقبك؟ واقف بره. طيب انتي كنتي بتعملي موضوع عن راجل متورط في قضيه التعذيب ولقيتي صورته على الفيسبوك. دكتور صابر المنصور. وصلت لايه في الموضوع؟ تعرفت على بنته على الفيسبوك وعملت نفسي ان انا طالبه وهاجر معاها شقه، وبعدين عرفت اني صحفيه وطلبت مني ان انا اساعدها انها توصل لباباها، بعدين عرفت ان ابوها مات. اتقتل، والراجل ده متورط في حاجات كتير قوي غير قضيه التعذيب دي. هبقى اقول لك على الحكايه دي بعدين. عارفه. ممكن تخليها تبلغ. تبلغ عن ايه بالظبط؟ ان ابوها اتقتل. طب وانت ايه علاقتك بالموضوع ده؟ اللي قتله ده واحد من اللي مورطيني في الحكايه اللي انا فيها، والجريمه دي ليها علاقه باللي بيحصل لي، بس مش عارف اثبت ازاي. احتمال لو اثبتنا يعني ان هو اتقتل ابدا افهم. طب انا هحاول اكلمها النهارده. لا لا ارجوك تروح لها دلوقتي حالا. اوكي. معلش كنت بسال على حماده الرئيس، متعرفش طريقه؟ مين انت؟ قول له بس ان انا من طرف همام. قول له انت وصلوا الرئيس. الواد ده لازم يجي. هنجيبه يا فندم ما تقلقش. ده المعلم حمادة. سلفونا حمادة. حمادة عارف كده؟ ماشي. سلفونا يا سيدي. أنا اللي جاي لك من طرف همام. لقط. استر علينا يا رب. معلش ما تاخذناش، ده اسلوب احترازي بس، بيبقى اول مره بعد كده بتبقى امان. لا قلت لي اسمك ايه؟ لا انا لسه ما قلتلكش. احبك وانت صاحي، بس ده كلام جديد. نوفي. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت واخد لقب مرحوم اهو. ده انت مي بالظبط كده، وعشان كده انا جاي لك وانا مش خايف. اصل مفيش حد بيموت مرتين، متاكد ان انت هتساعدني. وايه اللي خليك متاكد بقى ان انا هساعدك؟ عشان طلبي بسيط. طالما جيت لغايه هنا يبقى مش بسيط. بسيط بالنسبه لك، لكن بالنسبة لي أنا حياة أو موت. بس ده يبقى مهره غالي. وأنا كل الفلوس اللي معايا تحت أمرك. بس أنا شايف إن الفلوس دي معايا أنا مش معاك أنت. ما يغلوش عليك يا برنس،
بس انا مش همشي من هنا غير لما اخد اللي انا عاوزه، وزي ما انت قريت كده انا ميت، مفيش حد بيموت مرتين. وعايز ايه بقى يا سي ميت؟ اللي هو سلام. مين هو اللي هو سلام؟ استنوا هنا شوية، ادي فرصة للعيال دي توصل، وانت خليك ورايا. تمام. خد الرجالة وأمن الشارع بره. تمام يا ريس، يلا رجالة. قلتلك لو طلعت قلق مش هسامح. تمام يا فندم، عرفت مكانهم شمال في يمين. تمام. استني ايه ما تضرب؟ خلص. كان على عيني، بس الرجال اللي جايه ديت يعني ترجع وايديها فاضيه، ده حتى ياكلوا وشي، وبعدين انا لما هسلمك هستفيد اكتر. هتستفيد اكتر لو خدت الفلوس وقلت لي مين اللي هو سلامه وسبتني امشي. انت على الصبر شويه، الرجاله زمانهم على وصول، في حد قرب من المخزن يا ابني. انت ما ينفعش. بقول لك ايه، خد فلوسك وحل عن سمعنا. دامي الله 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 الله، دامي اسود. امشي امشي بسرعه علينا يا رب. انت عملت ايه كده يالا؟ جري كده يا شيخ الحماده، خليك واقف جنبه. انت امن المنطقه دي. مين هو اللي هو سلام؟ يطلع من هنا خايف، يبقشوا عليه كل حته، ان شاء الله.
دور عليه في شق الحيطان. مالهوش اثر يا ريس، دورنا عليه في كل مكان. يعني ايه؟ ليه بصيت لخفه؟ الكلام تدور بره. ما يلزمنيش الكلام ده. هاتوه. تب وتقطص وتطلعهولي. هدا! فكر كده يضرب نار عشان تولع والبضاعة كلها تروح. دورها معانا يا رب. نزل يا ابني السلاح ده تولعني. هولع فيها بنفسي لو ما قلتليش على اللي انا عاوزه. يا بني ادم افهم، ما ينفعش. ليه؟ ده ظهري اللي ساندني، اللي حاميني، من غيره الشغل مفيش. والشغل ده لو ولع هتعرف تجيب غيره؟ ما بقاش شغل الجنان ده فلوس نادي. انا ما عنديش وقت. بقول لك ايه؟ خد التليفون ده فيه كل النمر اللي انت عايزها، دور براحتك، لكن ما تسالنيش على عناوين، ما اعرفش، اقسم بالله ما اعرف. كل اسمك مكانه. ايدك فوق. حاضر. مخزن حمادة الريس اتحرق، يعني فضيحة بجلاجل، تنفع منشطة لكل الجرايم. يا فندم عمر هرب قبل ما حسن ما يوصل، يعني ما هربش مني زي كل المرات اللي فاتت. عذر أقبح من ذنب، دايما عمر سابق بخطوة، دايما عمر عامل حسابه، عارف ليه؟ لأن المعلومة ما بتوصلش للقيادة في الوقت المناسب. فندم أنا كنت عايز أقبض عليه بس في الأول، بعد كده ببلغ سعادتك. عشان تفاجئني. برافو. صح عندك حق يا فندم، انا بعتذر. بوعد حضرتك الموضوع ده مش هتكرر تاني. اخر مرة اعرف ان عمر نصر هرب 48 ساعة، 48 ساعة بس ويكون عمر نصر هنا قدامي، وإلا كلكم تعتبروا نفسكم معفيين من المهمة دي. انا اللي هدور عليه بنفسي. اوامر سعادتك. اهلا يا استاذ زياء. اتفضل يا فندم. نورت المكتب يا سعد باشا. مكتب منور باصحابه يا استاذ ضياء. قول لي بقى ايه الموضوع اللي طلبتني عشانه وهنا في مكتبك؟ اصل انا بحب الشغل الكبير يطلع من المكتب الكبير يا كبير. واضح ان احنا هنشتغل كتير مع بعض. وماله يا فندم؟ طالما كله بيتراضى ما نشتغلش مع بعض ليه؟ طيب خش في الموضوع. شغلانه زي اللي فاتت. ارض برضو؟ بس مش اي ارض. ارض مرمي فيها اساس يجيب ملايين في وادي النطرون. فكرة تبقى كومباوند كبير يقعد فيه الوزراء الكبار، بعيد عن الدوشة والقلب، خصوصا بعد شرم الشيخ ما بقى العين عليها. قب الثورة قامت، الأرض اتسقعت، صاحب المشروع والدام لقى سيولة يكمل بنا. طب ما خدش قرض من البنك ليه؟ زي ما تقول كده بعد الثورة سمعته بقت في الحضيض. هو مين الراجل ده أصلا؟ رؤوف عبد الغني، أول واحد اتسجن بعد الثورة. تهريب أموال، دم فاسد، اختلاسات، اتقص 7 سنين يا ولدي، ده غير القضايا اللي لسه ما اتحكمش فيها. تمام كده. طب افهم بقى، اخر ميعاد لسداد اقساط البنك بعد كام يوم، بعدها البنك هيعجز. قعدت فكرت، قلت عيب قوي شغلانه زي دي تفوتنا. مبلغ معقول يدفع لرؤوف يسدد هو الارض ويخرج من الفضيحه، وحلال عليك أرض تمنها يعدي 50-60 مليون جنيه. طب هو إيه اللي يخليه يبيع لي أنا الأرض يعني؟ ده هو لو عرضها البيع هيلاقي 1000 حد عايز يشتريها، وممكن يدفع فيها تمن يعوضه كل اللي دفعوا فيها وأكتر. إطلاقا مفيش حد ممكن يشتري الأرض دي. اشمعنى؟ في إشاعة بتقول إن الأرض دي أساسا بتاعت رجل أعمال تاني اسمه فخر الشناوي، وفي نزاع بينه وبين رؤوف على الأرض. وأنا بقى المفروض يحبس الأرض دي؟ الإشاعة دي طلعت من المكتب هنا. أنا وتعرف أنا صرفت قد إيه كبير، ده غير الوقت والجهد، بس أنا مبسوط قوي طالما نجحت. عملت كده ليه يا ضياء؟ بيني وبينك اقتمعت، فكرت أخد الصفقة دي ليا، بس حسبتها قلت لي أنا مش بتاع الكلام ده، أنا مش بتاع ريسكات. أنا سمسار شغل بوفق راسين في الحلال. أنا اتكلمت، مستني أسمعك. إحنا واضح إن إحنا هنشتغل كتير مع بعض. يبقى نتفق. إحنا اعتبرنا اتفقنا، أكيد مش هنختلف. قولي بس أخبار عمر إيه؟
عمر مين يا فندم؟ صاحبك القديم. انت ما تعرفش عمر البقال الله؟ انا عارف. لا انا بسال على قضيه التخابر اللي هم متهمينه بيها دي. عايز من الاخر؟ اكيد الحوار ده كبير، تخليص حسابات مع مين وايه السبب محدش عارف، انما اللي بيتقال في كل شبر في مصر ان عمر اتقص اتقتل يعني. ومين اللي قتله؟ بعلمك في ناس بتقول ان رجال اعمال اتفقوا وصفوه، وفي ناس بتقول امريكا، وفي ناس بتقول ان انت اللي قتلته. شوف قلة الادب، شوف القذارة وصلت لايه. بس بيني وبينك كل ده مش داخل دماغي. وايه اللي داخل دماغك يا ضياء؟ عمر اتقتل بس اللي قتله كبار. امن دولة بقى، امن وطني، محدش عارف. ما تنساش يا باشا ان عمر كان اعداؤه كتير، في ناس كتير عاوزة تخلص منه. الله يرحمه. اهلا استاذنا. اهلا الشيخ باشا. اتفضل. انا سمحت لنفسي اني اطلب ليك يعني اكل على مزاجي، يا رب يعجبك. اتفضل اتفضل كله. خير يا شيخ بيه؟ ابدا يا سيدي، برضو ما نشرتش اي حاجه عن الارض اللي احنا اتفقنا عليها. ارض؟ ارض ايه؟ مؤاخذه مش فاهم. نعم شريف بيه، انا راجل عملي، انت راجل اعمال، واحنا الاثنين مش مصلحتنا ان احنا ندخل في مسائل جانبيه لا تقدم ولا تاخر. احنا كان في بيننا اتفاق وانا نفذته بحذافيره. طلبت مني انها تعين في الجرنان، عينتها، قلت لي هتنشر، قلت لك الجرنان كله تحت امرك، وما زلت عند كلمتي. طالما الموضوع في مصلحتكم ومعمول بمهنيه، اهلا وسهلا بيه. ايه المطلوب مني بقى؟ انا عايز اعرف ليه مش عايزه تتعاون معانا. طب ما تسهل اهي، انا داخل ايه بالموضوع ده؟ وبعدين هي بالنسبه لي مدير التحرير كويسه وبس، ده كل اللي يخصني. صح. طب انا بس بحذرك عشان اقول لك انها زي معاضله الايد اللي اتمدت لها مش هتبقى عليك. شريف بيه انا ما عنديش مانع ان انا اساعد، بس عايز اقول لك حاجه ما تزعلش مني. انا شايف ان انت ما انتش مالي ايدك منها. مفيش سيطره، مفيش في ايدك وسيله تضغط بيها عليها. ولعلمك اذا كنت جاي علشان ارفدها من الجرنان او امشيها تبقى غلطان جدا، لان الموضوع ده خلاص فات وقته، مبقاش في ايدي الوقت. في مجلس اداره لازم يوافق، وهي ما عملتش حاجه غلط. لو في ايدك حاجه قويه ومضمونه تقدر تضغط بيها عليها اعملها، وقول انا ممكن اساعد بيها وانا تحت امرك. عندي بس الى الاخر. عايز رايي مع رضوى؟ ما تستناش للاخر، لان اولها زي اخرها. قلت اجي انا يا باشا. تنور في اي وقت، احنا في الخدمه. ممكن تقول لي بقى ايه الموضوع؟ قول لي انت الاول، اخبار شغلي باشا ايه؟ انت بتتحرى عني بقى يا باشا. ساعتك اذا ما عملتش كده ابقى ما استاهلش ان اشتغل الشغلانه دي. وانا انبهرت. ممكن نخش في الموضوع؟ اكيد، بس انا عاوز اعرف حاجه واحده. تعرف ايه بالظبط؟ ساعتك تعاوزني اتعاون معاك مقابل انك تتعاون معايا، ولا التعاون هيكون من طرف واحد؟ واتعاون معاك ازاي بالظبط؟ عاوز اعرف كل حاجة. انا قلت لك قبل كده الموضوع ده خطير جدا وليه علاقة بالامن القومي، واي معلومة تخص الموضوع ده مش من حقي اتناقش فيها مع اي حد. وانا اي حد برضه حسن باشا. كده يا باشا انت بتلون مش بتتعاون. انا المعلومات اللي عندي ملهاش اي علاقة بامن قومي ولا امن مطار حتى، دي حاجة كده في المستخبي. خلي بالك من كلامك يا باشا، انت عارف كويس قوي احنا مين. هل يخفى الامر؟ ساعتك كنت مباحث، وبعديها امن دوله، واشتغلت في مكافحه الارهاب، وبعديها سافرت الامارات، ولما رجعت اترقيت وبقيت شغال مع شكري باشا. لا شاطر، المعلومات دي واضحه للكل، واي حد عنده قريب ملازم اول في اي اسم شرطه ممكن يعرفها. صح، بس الحقيقه انت ما تعرفهاش انا مين. لو سالت اي عسكري ولا شاويش في اي اسم هيقول لك مين هشام شريف الجندي، ومين عيله الجندي، ده غير من ناحيه والدتي، لواءات ووزراء في كل حته حواليك. فقبل ما تحاول تفكر انك تهددني اعرف انت بتتكلم مع مين اصلا. معاك حق يا باشا، فاتتني دي. انا هرجع لقياداتي واعرف ازاي ممكن اتعاون معاك. برافو، انت كده بتتكلم صح، وبتاخدني في صفك وفي صف شكري باشا. الو. ايوه حسن، انا قابلته. ماشي.
ادخل. تمام يا فندم، الموضوع خلص. عرفت مين؟ حصل سيادتك، الموضوع ما كانش صعب. مفيش أي حد تنطبق عليه المواصفات دي غير الراجل اللي قلت لسيادتك عنه. طب روح قفل المكتب، مستعد، هروح مشوار سيادتك. طب هبلغ شكري بيه ولا؟ لا، ما تبلغش أي حد غير لما أنا أقول لك. تمام سيادتك. اتفضل. يا باشا. ايوه، انت فين بالظبط؟ انا في المكان المطلوب. طيب تمام، عايزك تفتح عينيك كويس قوي وتاخد بالك عشان هو ممكن يظهر في اي وقت. ما تقلقش سعد، ثق فيا يا حلمي. انت ما بتثقش فيا. بالعفو يا فندم، امال هثق في مين غير حضرتك؟ هو ده الغلط. حاول ما تثقش في اي حد، ثق بنفسك وبس. علمي، أول ما نوصل الجهاز طلع ده على قسم الخبرة عشان يعملوا اللازم. تمام سيادة. عمر، احنا عرفنا الراجل اللي اداك السي دي. طلع مين يا فندم؟ راجل اسمه أنس العشر، كان موظف هيئة البريد. موظف؟ كان موظف هيئة البريد، ده قبل ما تتملكه الحالة. مريض بالوهم، بتجيله هلاوس واضطرابات لغاية ما ساب شغله وساب بيته ومراته وولاده وبقى عايش مشرط في الشوارع. يعني ما يفرقش كتير عني. عمر بعدين يا كمال بيه، أنا قلت لك أحميك، مادام بتثق فيا سيب كل حاجة عليا يا عمر. إحنا بنقرب، ما بنبعدش. إن شاء الله خير يا كمال، إن شاء الله خير. خد دي يا عمر. إيدي يا فندم. دي فلاشة عليها كل الفيديوهات نزلها أنس على الأونلاين، بيتكلم فيها عن المؤامرات الكونية اللي بتحصل للبلد من وجهة نظره طبعا. ودي هتفيدني في ايه؟ يمكن تلاقي فيها كلمة كده ولا كده تدلنا على الأرقام اللي احنا مش عارفينها دي. السي دي ده هو أملنا الأخير يا عمر. في أي حاجة تانية ممكن أعملها تساعدك كمان؟ لا أنت كده تمام وقايم بواجبك. سيب الباقي عليا. إذا في جديد أنا هطلعك. أشوف وشك بخير يا فندم. مع السلامة. في فيديو من اللي أنا شفتهم متصور في مكتب ضيا الحلو المحامي بتاعي، وضيا شغال مع الحكومة في قضايا كتير قوي، من ضمنها قضايا الأموال المتهربة للخارج. معنى كده إن الأرقام اللي موجودة على السديهاية دي أرقام حسابات، ولو دققنا شوية في الحروف هنعرف إنها اختصارات لأسماء بنوك. سهل جدا إن احنا نجيب أسماء البنوك دي وأرقام الأرصدة. بس أنت عرفت ازاي ان المحامي ضيا بيشتغل في قضيه الاموال المهربه مع الحكومه؟ هو اللي قال لي، لاني كنت سنه 2007 عملت تحقيق عن 13 مليار دولار اتهربوا من مصر في السنه دي. 13 مليار دولار في سنه واحده؟ كل دي فلوس ملهوبه ومسروقه من البلد. مين السفه اللي بيعملوا كده؟ رجال اعمال خدوا قروض، مسؤولين خدوا رشاوي، بس الغريب انهم حولوا الفلوس بتاعتهم من الارصده دي لرصيد واحد بس قيمته 13 مليار دولار. بس ده ما يجيش اي حاجه جنب الارصده اللي بيتعامل معاها ديار الحلو. يا ديار الحلو ممكن ياخد كيس بلاستيك كبير ويروح بالتفويض اللي معاه للبنوك اللي فيها الارصده دي ويسحب ومحدش يقول له كده. لا 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 طبعا، اللي فهمته انه لازم يبقى معاك اربع حاجات مهمه قوي: حكم المحكمه الدوليه، موافقه البنك الفيدرالي الامريكي، تفويض من الدوله، ورقم الحساب. اسمع يا عمر، يوم واحد بس هجيب حسابات الأرصدة دي كلها وأرقامها. تعال. إنني
استنتاجك طلع مظبوط. الخبر اللي عندي في الجهاز اكدوا لي ان الارقام اللي على السي دي ارقام حسابات في بنوك، عده بنوك في عده دول كمان، مليارات، عشرات، مئات المليارات، ميزانيات دول بحالها، فلوس البلد ودم الغلابه، فربوا من مصر على سنوات عديده وتحطوا في اكثر من حساب. فيسا مصر احنا ما نعرفهمش، اخدوا الفلوس دي من الفاسدين في البلد وحطوها في الحسابات بره تمهيدا لسحبها في الوقت المناسب. والوقت المناسب جه، يعني انا كل اللي بيحصل لي ده علشان شويه حراميه عايزين يسرقوا من غير ما حد يزعجهم. ويمكن كان عاوزين يعرضوا عليك جزء من التورته، بس لانهم مش عارفينك، مش عارفين انك لا يمكن تقبل حاجه زي كده، قرروا يقتلوك قدام الراي العام على الاقل. مهم يا عمر، احنا دلوقتي تحت ايدينا معلومات تقدر تخلينا نرجع ولو جزء بسيط من الفلوس المنهوبه دي. استرد لوحدك يا كمال بيه، انا كل اللي عايزه دلوقتي ان انا استرد حياتي اللي فاتت. ما هي المعلومات اللي عندك دي زي ما ضيعت لك حياتك ممكن ترجع لك حياتك تاني برضو. عمر نصر الله يرحمه. الله يرحمنا جميعا يا رضا، كلنا هنموت، بس على فكره كده ما ينفعش، كده عيب بجد. انا عارف ان عمر عايش وعارف ان انت بتساعديه، وطبعا مرعوب من الفضيحه لما الناس كلها تعرف انك كنت مجهز خبر موته للنشر وهو لسه قاعد على مكتبه في الجورنال. فضيحه ايه؟ محدش بياخد باله من الحاجات دي. طب لما انت عارف كل حاجه ومش خايف من حاجه، عايز ايه؟ انا ما اقولش ان انا عارف كل حاجه، بس انا هعرف منك انت. ازاي؟ مش فاهم. خبره عندي في الجهاز اكدوا لي ان الحسابات دي بتتحرك بشكل تدريجي وبشكل بطيء وبتتجمع في حسابات كبيرة تمهيدا لسحبها، واللي هيسحبها ناس معاهم تفويض من الدولة لسحب الأموال المهربة. حد زي ديار حلو مثلا؟ أو محمد مطر أو غيره أو غيره أو غيره. الدولة عملت تفويض لست محامين، كل واحد منهم يقدر يتحرك بالتفويض اللي معاه بشكل فردي ويسحب الأموال دي من البنوك إذا كانت قوانين الدولة اللي فيها الفلوس تسمح بكده. طب ما ده في حد ذاته كارثة. الكارثة الأكبر إن إحنا ما عندناش أي دليل يثبت على الناس دي أي حاجة. أدي إحنا بندفع تمن الفوضى اللي إحنا عايشين فيها. السلطة والحكومة اللي بيحكمونا الأيام دي بدل ما يعملوا لجان قانونية تساعد على استرداد الأموال دي، ادوا تفويضات لشوية ناس، الله أعلم. لو الناس دي قدروا يسحبوا الفلوس هتروح فين؟ هيرجعوها البلد ولا هتخش في جيوبهم؟ يعني حرامي بيسرق من حرامي. بالظبط. بس انا برضه كمال بيه مش قادر افهم ازاي ممكن الحسابات دي ترجع لي حياتي. لو معاك اي معلومه تساعدني بيها ان احنا نقبض على حد من الفاسدين دول هنعرف نجيب الشبكه كلها، وساعتها انا اللي هحميك، هطلع قدام العالم كله واقول ان اللي حصل لك ده بسبب الفاسدين دول. انت بتساومني على حياتي يا كمال بيه؟ ابدا ابدا، انا واجبي اني اساعدك. قدمت لي معلومه او ما قدمتش، انا عرفت اللي حصل لك وعشان كده متعاطف معاك. كل اللي اقدر اقدمه لك دلوقتي نعيشك في مكان امن مش هيبقى ناقصك فيه اي حاجه. اعتبر نفسك في اجازه يا عمر لغايه ما ترجع لك حياتك. أنا معرفش عمر فين ومعرفش أوصل له إزاي. أنا ما قلتش إن أنا عايز أوصل له، ولا قلت عايز أعرف مكانه فين. أنا عايز أعرف اللي بيحصل لعمر ده سببه إيه؟ إيه اللي عنده مخلي الدنيا مقلوبة عليه كده؟ إيه اللي اكتشفه خلاه عايش كده كأنه ميت بالحياة؟ أنت فاكر إن أنا عندي رد على الأسئلة دي؟ أنا مش فاكر، أنا متأكد إن عندك إجابة. على فكرة أنا سألت نفسي سؤال قبل ما أجيلك، قلت إيه المطلوب مني أعمله بعد ما عرفت إن أنت بتساعديه؟ لقيت قدامي حل من اتنين، يا إما إن أنا أبلغ عشان أشيل المسؤولية عن دماغي، أو إن أنا أجيلك ونقعد نتكلم ونشوف إيه الموضوع. عشان تطلع لك بأي مصلحة؟ أكيد في مصلحة، مصلحة كبيرة كمان، بس هنيا لك بيها، أنا مش عايز حاجة، أنا عايز أعرف بس، ولو ما عرفت دي هيبقى فيها مصلحة ليا يبقى خير وبركة. أنا ما أعرفش سبب اللي بيحصل لعمر، وعمر نفسه مش عارف. أمال بتساعديه ليه؟
محبة لله في لله. هو الحقيقة كان دايما بيقول فيك شعر، كانش بتيجي الفرصة وسيرتك تيجي فيها غير لما يقعد يشكر في مهنيتك وحرفيتك وحاجات كتير تانية. كفاية بقى كفاية، أنا قلت لك معرفش حاجة، واللي عايز تعمله اعمله. جمال بيه، أنا معايا رقم الحساب اللي تحول فيه 13 مليار. الحساب ده أنا اتكلمت عنه في التحقيق بتاع سنة 2007، ومعايا كمان المستندات بأسامي الناس اللي هربوا الفلوس دي من البلد وجمعوها في الحساب ده. إيه؟ بتفكر فيها يا كمال بيه؟ طبيعي إني أفكر في إن هناخد الورق اللي معاك ده ونبعت حد يراقب الحسابات دي ونشوف مين اللي بيسحب منها، وساعتها نقبض عليه متلبس بمساعدة الانتربول. كمال بيه، انتوا عايزين تاخدوا الورق مني؟ ده طبيعي. أنا آسف واعذرني يا كمال بيه. عذرك حقيقي، عذرك اللي حصل لك يخليك ما تثقش في أي حد. عمر، إيه رأيك نبعتك أنت تراقب الحسابات دي؟ إزاي؟ ده أنا ميت. سهلة، هنعمل لك اسم جديد بأوراق جديدة، باسم مثلاً واحد من اللي معاهم تفويضات، محمد مطر مثلاً. يعني أنا هعيش على إني محمد مطر؟ لفترة مؤقتة لغاية ما نمسك الفاسدين دول، وأول ما نمسك الشبكة دي حياتك هترجع لك، وهترجع لك أحسن مما كانت. هو تكون لسه بتحبيه؟ الله، انكر اسود ده بجد بقى بتحبيه؟ مش هو ده عمر اللي كان دايما يقول عليكي وصولية، وإن مفيش أي نجاح بتوصلي له غير لما تقدمي قصاده تنازلات؟ مش هو ده عمر اللي وقف لك في مجلس النقابة قبل ما تاخد العضوية بشهر وقدم لهم أصول المقالات اللي كنت بتترجميها وتنزليها باسمك؟ مش هو ده عمر اللي فضل معلقك سنتين ولما ضغطت عليه عشان يحدد ميعاد الخطوبة تلكك لك على حاجة هايفة قد كده وراح اتجوز أم ابنه؟ لسه بتحبيه؟ أنت مش بس بتحبيه، ده أنت كمان بتساعديه إنه يهرب من الناس ممكن يحولوك أنت شخصيا لبخار في ثانية. بتعملي كل ده ليه؟ صعبان عليها بجد، صعبان عليها والله. على فكرة يا عمر، لو ما وافقتش أنا مش هبقى متضرر. وأنا ما قداميش حل تاني غير كده. يعني موافق؟ أرجو جهز لي الورق وبسرعة. عارف ان انا مقصر معاك، بس معلش، ما انت عارف الظروف اللي انا فيها. عمر، وحشتك مش كده؟ لا بس اصل وجودك بقى خطر على اي حد بتقرب مني. تحب امشي يا استاذ؟ لا بالعكس، انا مستنيك. انا حتى لسه بعت لك السلام. هي ما وصلكش ولا ايه؟ بالعكس، ده وصل ووصل، وعلشان كده انا عندك اهو. لحقت قلبها عليك قوي رضوى دي على فكره. تصدق انها لسه بتحبك؟ رغم كل اللي انت عملته فيها انها برضه لسه بتحبك. اتجوزت واحده غيرها وخلفت منها وفضلت تحبك، ورغم انك انت طلقت وهي اتطلقت ما فكرتش حتى انك انت ترجع لها. هزقتها وبعترت كرامتها قدام الموظفين بتوعها وفضلت برضه بتحبك. صدق اللي قال الحب بهدله. ترى يا استاذ، انت شاغل نفسك ليه بمين بيحب مين؟ وانت كنت عايزها تحبك انت كمان ولا ايه؟ حب ايه؟ الحب ده كلمة عبيطة ومشاعر آية في إن أنا أشغل دماغي بيها، وأنت عارفني كويس. ما افتكرش إنك أنت تكون جاي عشان نتكلم في الموضوع ده، إلا إذا كنت عايزني أكلمها لك. أنا عايز معلومة. تمنها كام؟ معلومة قصاد معلومة. هرد لك على اللي أنت بتسأل عليه. عايز تعرف إيه؟ شكري فين؟ شكري؟ جرايا يا أستاذ، كنت فاكر إن أنا مش هعرف ولا إيه؟ لما انت شاطر قوي كده ما وصلتش لعنوان وليه من غير ما تجيلي؟ وانا هنا بعمل ايه؟ بس انت فهمتني انك انت عايز معلومه قصاد معلومه مش اكتر. وايه اللي اتغير؟ المعلومه اللي انت طالبها يا عمر دي تمنها رقبتي، وانا رقبتي مش للبيع للاسف. كان لازم تفكر 100 مره قبل ما تطلب مني طلب زي ده. مش كلنا غاويين مغامرات زيك يا بطل. الا اذا كنت فاكر ان انا ممكن اضحي برقبتي او بالكرسي بتاعي
عشان اعرف بس هما بيعملوا فيك كده ليه. واذا قلت لك ان انا عندي اللي ينقذ رقبتك ويضمن لك كرسيك للابد. المعلومات اللي عندك غاليه قوي للدرجه دي؟ تفتكر يعني بيعملوا فيا كل ده في الاخر عندي حاجه عيفه؟ موافق. عايز اعرف فين شوكي، عنوانه فين، اجيبه ازاي، في انهي حته؟ واحده واحده مش كده. هتلاعبني ولا ايه؟ لا هلاعبك ولا ليه لا يا سيدي، بس اديني فرصه اعرف لك العنوان بالظبط. استاذ انا مش همشي من هنا غير لما اخد اللي انا عاوزه، مفهوم؟ هشام بيه، في ميعادك بالظبط، اتفضل. مريم انا عندي شفت بالليل، كلمي دكتور خيري، كلمي اي حد، دي مش مشكلتي. عندك مستشفى النهارده؟ اه بالليل. ما تنساش تاخد مفتاح البيت عشان هترجع مش هتلاقيه. دي حاجه في منتهى الوساخه، سجلوا لي انا ومراتي في بيتنا. ايه ده يا هشام بيه مش كده؟ لا ده ازاي؟ لا ما انت لازم تهدى، عشان انا اللي طلبت منك انك تجيلي، وانا اللي اتبرعت وسمعتك جزء من تسجيلاتنا ليك. يعني من الاخر كده عايز اتكلم معاك بمنتهى الصراحه، نتكلم مع بعض انا وانت عن مكشوف جدا. انا عارف ان احنا طريقتنا ما كانتش عاجباك عشان ما جيناش معاك دغري، كنا عايزينك تتعاون معانا من غير ما تعرف احنا بنعمل ايه بنعمله ليه. بصراحه ليك حق تزعل، بس انا بتفاهم معاك دلوقتي كاتنين رجال امن يهمهم وخايفين قوي على مصلحه بلدهم، عشان كده انت لازم تهدى. نتفاهم على ايه؟ وامن ايه وزفت ايه؟ ده شغل عصابات، تجسسوا على الناس وتموتوا واحد بالحياه. ما سالتش نفسك احنا بنعمل ده كله ليه؟ ماشي يا سيدي، احنا فاسدين، وعمر نصر صاحبك ده اطهر بني ادم في الدنيا دي كلها. ما سالش نفسك احنا عايزين منه ايه؟ فكرتش في السؤال ده؟ السؤال صعب يعني، عاوزين تسكتوه عشان ما يقولش حاجه معينه هتودي واحد كبير في داهيه. انهم عاملين الفيلم ده كله عشان نسكت واحد؟ طب ما كنا نقتله؟ ها؟ نقتله يا سياده المقدم، ما نقتلوش ليه؟ مش انت شاكك ان احنا اللي قتلنا المحامي محمد مطر؟ يبقى ايه بقى اللي هيمنعنا ان احنا نقتل صاحبك؟ ده اذا كنا احنا قتلين قتلة يعني. شفت بقى ان التفكير المنطقي والموضوعي ممكن يوصلك لنتائج عمرها ما كانت تيجي في بالك، بس انت عندك مشكلة، انت بتفكر في الموضوع ده من زاوية واحدة بس. يعني عمر نصر صديق عمرك ده هو الخير طبعا، واي بني ادم ضده يبقى هو الشر، مع ان يعني لو اديت لنفسك الفرصة ان انت تتحرر من الثوابت دي هتوصل لاحتمالات واردة عمرها ما كانت تيجي في بالك. ايه هي الاحتمالات اللي تخلي عمر يحصل له كل ده؟ عمر نصر كان بيخطط انه يستولي على 13 مليار دولار من الاموال المصرية اللي اتهربت بره مصر. ايه؟ زي ما سمعت كده يا حضرة المقدم، عمر معاه رقم الحساب البنكي اللي فيه الاموال دي، ومعاه حكم المحكمة الدولية باسترداده، كمان معاه موافقة من البنك الفيدرالي الامريكي، وكل المستندات دي استولى عليها من المحامي محمد مطر الله يرحمه، وكان متفق مع صديقه المحامي ضياء انه يعمل له تفويض رسمي من الدولة عشان يقدروا يقسموا الفلوس دي ما بينهم وبين بعض. عرفت بقى دلوقتي يا ست المقدم احنا بنعمل ده كله ليه؟ عرفت ليه احنا عايزين نجيب عمر نصر؟ ليه نشرنا خبر وفاته مع انه لسه عايش؟ ولا احنا لسه في نظرك اشرار؟ انا عارف ان الحسبه معقده جدا، وان الموضوع يعني ما يتبلعش كده من اول مره تسمعه، بس انا هطلب منك طلب. انا عايزك تفكر في الموضوع ده كويس، وتعمل اللي يمليه عليك ضميرك، وانا واثق في وطنيتك ونزاهتك. انت دخلت هنا ازاي؟ قتلت هاني ليه؟ انا ما قتلتش حد، كمال بيه هو اللي قتل. لا قتلت هاني، ودلوقتي بتضحك على هشام ليه؟ عشان دي اوامر كمال بيه والاثنين ظباط اللي انت قتلتهم. عايز تقول ان كمال بيه ممكن يؤمر بقتل اثنين من ظباطه؟ برافو عليك، اديك انت قلت ان انا اللي قتلت الاثنين الظباط، وانت كنت مرمي تحت رجليا، بس انا ما قتلتكش ولا قبضت عليك. تفتكر انا ما عملتش كده ليه؟ عشان عايز تلبسني تهمه جديده. يا عمر انت راجل ذكي، كل خطوة أنت عملتها كانت محسوبة بمنتهى الدقة عشان توصل للهدف اللي كمال بيه عايزك توصله. كمال عايز الفلوس لنفسه، وعلى فكرة
السيديها اللي معاك دي طعم مزيفة وكل الأرقام اللي عليها أي كلام. عاوز تقول لي إن كل اللي بيحصل لي ده بسبب سيديها مزيفة؟ طب لو هي مزيفة كمال بيه هياخد فلوس إيه؟ التلتاشر مليار دولار يا عمر اللي أنت تعرف رقم رصيدهم. كمال بيه ما كانش يعرف حاجة عن الحكاية دي، أنا اللي قلت له على الرصيد ده. مش قلت لك كل خطوة عملتها كانت متروسة جدا عشان يبان إن أنت اللي قلت وانت اللي بعت طريقتك على البنك، يبان ان كل حاجه انت اللي عاملها بنفسك. كلام فارغ، كلام فارغ. مين ممكن يخطط لحاجه شبه كده؟ الشيطان نفسه ما يقدرش يعمل حاجه زي دي. للاسف هي دي الحقيقه يا عمر. لو انت كان عندك وقت وفكرت هتعرف ان انا بتكلم صح. بس خلاص وقتك خلص. زي شكري ده كان لازم يموت، مش بس علشان قتل هاني ولا كان بيهددني بموت ابني، لا عشان ده انسان قذر اكيد عذب وموت ناس كتير قوي قبل كده، واللي زي ده بديله لحظه ويدفع الثمن ياخد جزاءه بالقانون. انه قانون اللي بيتطبق عليك ولا اللي بيتطبق علينا؟ القانون ملزم للجميع مهما كانت ثغراته، نضيقه ونوسعه ونقيفه ونصلحه، بس لازم يستخدم القانون. بس انت جيت نيلتها في الاخر، نيلتها جدا، وعاوز نساعدك تاني، تنتظر مني ايه؟ انتظر منك انك تخرجني من هنا. اه وماله؟ هنده الناس اللي بره واقول لهم الاخ ده صديقي وحبيبي وابن حبيبي، هيطلعوك بره على طول، واحتمال كمان يجيبوا لك عربيه بسواق عشان توصلك اي حته انت عاوزها. كمال بيه، كمال بيه اسمعني كويس. اسمع حاجة مهمة، أنا لو ما بشتغلش في المبنى ده وماسك قضيتك أنت بالذات، تعرف كانوا هيعملوا فيك إيه؟ كانوا يعصوك، يعصروك. كنت هتتمنى الموت ألف مرة قبل ما تموت على أيديهم، وبعد كده يرموك جيفة رمة برا الشارع. بس أنت مش هتخلي ده يحصل، وهتلاقي ألف طريقة عشان تمنعه. أنا مش عارفة اللي وصلت له ده مهم بالنسبة لك ولا لأ، بس أنا حسيت إن أنتِ لازم تعرفي. قلقتيني يا دكتورة، وحضرتك لقيتي إيه؟ قبل ما أقول لك على أي حاجة، في سؤال يهمني أعرف إجابته. اتفضلي. جوزك محمد مطر الله يرحمه كان يعرف صحفي اسمه عمر نصر؟ عمر نصر؟ طبعًا يعرفه. الراجل ده هو اللي عمل كل المشاكل من ساعة ما دخل حياتنا. مشاكل ايه اللي عملها لكم؟ هحكي لك ايه ولا ايه؟ محمد كان واثق فيه قوي في الاول، وبعدين اكتشف انه تعبان. يعني لو لقيتي الورق اللي كان مع جوزك ده ممكن تعملي بيه ايه؟ ممكن يفيدك بايه؟ يفيدني في ايه؟ الورق ده دليل الاكيد ان محمد الله يرحمه اتقتل غدر. يعني لو معايا أو حتى لو عندي نسخة منه، أنا ممكن أرفع قضايا على كل الجهات الأمنية اللي في البلد، أو على الأقل خالص ممكن أجيب تعويضي أمن مستقبل ابني. بس أنت بتسألي ليه؟ هو أنت عندك طريقة ممكن توصلني الورق ده؟ استني هنا ثانية واحدة. أنا آسفة على الزيارة المفاجأة دي، بس أنا عديت عليكي في المستشفى قالوا لي إنك أجازة. ما كلمتينيش على الموبايل ليه؟ ما كنتيش هتردي. خير، عايزة إيه؟ أنا جايلك بخصوص حالة بعمل عنها تحريات مهمة جدا. محامي اسمه محمد مطر اتقتل، إمبارح كنت عند مراته، وقالت لي إن ده حصل في المستشفى اللي أنتِ بتشتغلي فيها. ثانية واحدة معلش.
مرات محمد مطر؟ الست قاعده جوه. انت تعرفيها؟ بقول لك قاعده جوه. اتفضلي، انا عايزه اعرف ايه الحكايه. اتفضلي. انا ما كنتش اعرف ان انتوا تعرفوا بعض. مين دي؟ هو ده الورق. يمين يعني ايه؟ هو ده الورق. ده مين حضرتك بالظبط؟ انت مش مرات محمد مطر، انا امبارح لسه كنت عندها. انت مين؟ لا يا حبيبتي، انا مرات محمد مطر، واللي انت كنت عندها تلاقيها واحده نصابه عايزه تورث ولا حاجه. انا نجوى مرات محمد مطر. كان عارف انه هيتقتل. اللي خياله صور له مبادئه واخلاقه وممكن يواجه الفساد اللي احنا غرقانين فيه ده. انت اكيد غبي. بس انا عمري ما هتدخل لما اعرف مين اللي قتل. ساعات ما جيت من المانيا وانا حاسه اني مترقبه وبشك في كل الناس. وبعدين هروح بعيد ليه؟ ثانيه واحده هجيب لك البطاقه بتاعتي. حالي خدي ايه الحبايه دي؟ دي هتعمل لك خلل في البنكرياس وهتجيب لك غيبوبة سكر. لا انا كده اطمنت. لا اطمن، هيدخلوك المستشفى وطول ما انت تحت عينيهم هيبقوا حريصين على حياتك زي ما انت حريص على حياتي كده. ولنفس السبب. لنفس السبب، بس في فرق بيني وبينهم. أنا يهمني إنك تفضل عايش. بجد يا كمال بيه؟ بجد بجد يا عمر. لما تتعافى إن شاء الله هبعت لك حد علشان يهربك من المستشفى. مين وهعرفه إزاي؟ أنا لسه ما قررتش مين، هفكر وهبقى أقول لك. أنا مش متحكم في كل حاجة. أمال مين المتحكم؟ مين اللي في إيديه كل الخيوط؟ ربك كبير. كابوس ولازم افوق منه. انا ما عملتش كده. بس دلوقتي اللي حصل حصل خلاص. دي كان ممكن تقتلنا. انت السبب. لو ما كنتش جيتي وقلت لي ان دي مش مرات محمد مطر انا ما كنتش عملت كده، ما كنتش قتلتها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ازاي تفكري كده دلوقتي؟ على فكره انا كان ممكن اسيبك مرميه جنبها ولا ليا دعوه بحاجه. دي واحدة نصابة كان ممكن تقتلك لو استفردت بيكي. ما سألتيش نفسك أنا ما عملتش كده ليه؟ ما أعرفش. بس دلوقتي بس خلينا نتنيل نشوف حل للمصيبة اللي احنا فيها دي. يا نهار أسود. رنة الباص بتاع ابني. أعمل إيه؟ لو ابني وجه شافها كده دلوقتي أعمل إيه؟ بس خليني أفكر. بس اسمعيني كويس وركزي معايا. أنت عندك حمام جوه في الأوضة؟ وده غير الحمام اللي بستخدمه. أيوه. أوكي، انتي تروحي تغسلي وشك دلوقتي وتغسلي ايديكي وتشيلي كل القرف ده، ماشي؟ وتنزلي له دلوقتي حالا تعطلي، تجيبي له حاجه حلوه، تعملي اي حاجه عبال ما اتصرف، ماشي؟ يلا بسرعه. انتي هتعملي ايه؟ اقفل الباريو دلوقتي واقفل الباب. لا يلا روحي بسرعه ما تضيعيش وقت. Ha ha ha.
جهز لي 109 حالا. انبسطت يا حبيبي في الرحله؟ الحمد لله. طب بقول لك ايه، ما تيجي نروح السوبر ماركت نجيب ايس كريم؟ مش عاوز. ليه مش عاوز؟ زمان انا عايز سبونج بوب بعد. ما هنتفرج عليها في الاعاده. لا لا ليه؟ طب تعال. مساء الخير يا مدام نجلاء. مساء النور دكتوره منى، اتفضلي. متشكره جدا. انا بس ممكن اطلب منك طلب سخيف، ممكن زياد يقعد مع الاولاد لغايه ما اروح مشوار وارجع على طول؟ يجي طبعا. انا متشكره جدا، هي نص ساعه وهرجع على طول. تعالى يا حبيبي. زياد اوعى تعمل شقاوه. حاضر. ما تقوليش كده، دي ندى هتفرح جدا. متشكره. اتفضلي. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. اعتقد كده كل حاجه تمام. امال ايه الورق اللي الست دي كانت جايه تاخده منك؟ ده ورقه خاص بمحمد مطر. ايوه. ايه يعني؟ تحاليل اتعملت له في المستشفى كانت بتثبت انه ما بيعانيش من اي حاجه. منى انت بتكذبي ليه؟ انا مش بكذب. لا بتكذبي وده باين عليكي قوي، بس انا مش فاهمه ليه. كانت هتاخد مني الورق بتاع عمر اللي كان في البنك اللي انت اديتيني مفتاح الخزنه بتاعته. وانت كنتي هتديه لها؟ انا معقوله يكون ابنك طلع تاني؟ مش عارفه. طب روحي شوفي مين. أصل أنا قلت لها تيجي تقعد مع ابني عشان عندي شفت في المستشفى. أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل إيه؟ مش عارفة. طب هيحصل إيه يعني لو ما فتحتيلهاش؟ هتكلمني على التليفون طبعًا. تتكلم. ردي عليها قولي لها إنك خرجتي. ألو. إيه يا بنتي أنت فين؟ يا زيزو أنت فين يا حبيبي؟ جاي منين؟ عند ندى. الو. ايوه يا منى بقول لك انت فين؟ انا في الحمام. في الحمام. هفتح لك على طول. هفتح لك. وبدل انت لسه هنا، امال زياد كان بيعمل ايه تحت؟ اصله شبط يقعد مع الولاد. سبته. اتفضلي. اتفضلي. ايه ده مش تقولي ما عندك ناس؟ دي رضوى صاحبتي. صاحبتي من زمان قوي. اهلا وسهلا. اهلا ازيك؟ عامله ايه؟ فرصه سعيده. لا اسف. ايه يا زيزو حبيبي مش تسلم؟ مش انا لغوا الشيفت بتاعي لسه مكلمني دلوقتي في المسائية. يا ريتني كنت كلمتك وقلت لك. بقى بعد ما وضبت شنطتي وجيت. بس مش مشكلة، هو بالمرة اشوفك واتعرف على صاحبتي. يا انا هو انا شنطتي فين؟ شنطتك. زياد. زياد روح هات شنطة طنط. فرصة سعيدة. انا اسعد. ميرسي يا حبيبي. بعد اذنكم انا هخش الحمام. اتفضلي. طبعا اتفضلي. زياد خش اوضتك يا حبيبي خش. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي خشي خشي. انا هعمل لك نسكافيه واجي على طول. ماشي. خشي يا حبيبتي خشي. هشام. هشام الحقني يا هشام. الحقني يا هشام انا في مصيبه. طب اهدي وفهميني في ايه. انا جاي لك دلوقتي حالا. بس خليكي معاكي التليفون وفهميني في ايه بالظبط. انت لو عايزه تخشي الحمام الاولاني فاضي. ما خلاص زياد خرج منه. لا انا بس يعني بس مستغربه. هشام ازيك يا سماح؟ ازيك يا حبيبي؟ مش عاوزك تيجي بدري يعني. سماح روحي دلوقتي. ايه زي ما سمعتي
روحي دلوقتي حالا. هو في ايه؟ عندي مشكله مع منى، مش هينفع نتكلم قدامك. انا سايب الشغل مخصوص عشان احل المشكله دي. يلا. طب اهدى بس، ما قلتليش يعني في مشكله. سلميني على محمود كتير. يلا سلام. هنعمل ايه هشام؟ هنعمل ايه؟ بعد ما يخلص المحلول لازم تاخد دي. لما تتعافى ان شاء الله هبعت لك حد علشان يهربك من المستشفى. رضوى فين؟ ما اعرفش. رضوى فين؟ والله العظيم ما اعرف. اسال عسال. مين العسال؟ يحيى العسال ده رجل اعمال معروف، اكيد انت عارف. رضوى ماشي معاه من دول. كيف انت؟ صباح النور استاذ يحيى العسال. موجود؟ حاضر.
حضرتك ممكن تسيب الظرف هنا، هو لما يجي هيبقى يشوف. لا يا فندم، اصل دي حافظه المستندات، شيكات بحوالي نص مليون دولار لازم يسلمها بنفسه. اه بس انا فعلا ما اعرفش العسال بيه فين، هو بره القاهره من امبارح وقافل تليفوناته ورافض اننا نزعجه. خلاص يا فندم، يبقى نرجعها للمرسل. استنى، انا ممكن اخليك تقابل مدام سحر مديره مكتبه، هي ممكن توصلك بمكانه. مدام سحر. صباح الخير يا فندم. تحت امرك. منى، 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 منى. شكرا. هتصمد المنجل يا حباش. العظام وهي رميم. رضوى، في ضيف عشانك. عمر، انت عرفت تيجي هنا ازاي؟ زياد فين؟ سبته عند بابا. فهموني ايه اللي بيحصل؟ وهشام فين دلوقتي؟ مش دي المشكلة دلوقتي، ما دام عرف يوصل لنا يبقى لازم نتحرك ونروح مكان تاني. عملت ايه يا نهاية؟ بحاول معايا أستاذ وبضغط عليه بكل الطرق عشان يتكلم. أنا عايز أعرف كل تفاصيل الموضوع ده النهاردة قبل بكرة. حاضر يا أستاذ، هحاول معاه تاني. خير يا سيادة المقدم؟ إيه الموضوع المهم اللي خلاك تصمم إنك تقابلني بدري كده؟ أعذرني يا سيادة المستشار، بس سمعتك ومواقفك تخليني ماليش حد أثق فيه إلا حضرتك. ده واضح بقى إن موضوع مهم. الموضوع ليه علاقة بالورق ده، ومستني أسمع رأي حضرتك فيه. الورق لازم يرجع، وإلا كلنا هنبقى في خطر. أمال إحنا في إيه دلوقتي؟ أرجوكوا، مفيش حاجة هتتحل من غير الورق. معلش أنا آسف يعني، بس هشام ده بيدخل نفسه في اللي ملوش فيه. تجرجرتنا في مشاكل ملناش علاقة بيها، وهتكون متخيل إن هشام ممكن يشارك في حاجة ضد القانون، تبقى غلطان. إحنا مش جايين نغلط بعض يا منى، أرجوكي أرجوكي ساعديني ولاقي طريقة نوصل بيها لهشام بأقصى سرعة. الوقت مش في صالحي، وأنا بوعدكم إن كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن كمان. زي الأول وأحسن كمان؟ ياه، بالبساطة دي؟ أنا مش متأكدة إن هشام خد كل الورق ولا لأ، هشحن تليفوني وأكلمه. أنا آسف، آسف لحضرتك وآسف ليكي طبعاً. أنا آسف إن أنا حطيتكم في موقف زي ده، بجد آسف يا رب. أسمك! أنا آسف جداً، مضطر أقطع على الحديث الجميل ده. إزيك يا أستاذ عمر؟ إيه؟ كنت فاكر إن أنت لما تقتل شكري باشا وتهرب يبقى أنت كده في أمان؟ لا، أنت لغاية دلوقتي مش عارف أنت تتعامل مع مين. إحنا يا باشا مراقبينك من ساعة ما هربت من المستشفى، قصدي لما إحنا سيبناك تهرب من المستشفى. للأسف تعبت نفسك على الفاضي، اللي بتدور عليه لا هو معايا ولا موجود أنا. هنشوف. وبعدين مش عايزك تسبق الاحداث، احنا لسه في بدايه الكلام يعني بنتعرف، وانا بصراحه ما حبيتش ابقى قليل الذوق واقول لك على طول انا عايز ايه. انا بقى اللي عاوز اسالك، انت مين وجاي هنا ليه؟ انت عارف انا مين يا ابني؟ انا يحيى العسال، يعني ممكن اجيب عليك واطيك دلوقتي وانت فاهم. الطلاق جاي تبقى في دماغك لو سمعت منك اي كلمه تانية، فاهم؟ صدقني اللي بتدور عليه مش موجود هنا. شوف الورق مع مين وهاته بسرعه، واوعدك ان انا مش هقتل اي حد عزيز عليك، انا هكتفي بس المره دي ان انا موتك بجد. بس الورق فعلا مش موجود هنا. ياه، امال انت والدكتوره قتلتوا الست الغلبانه وجيتوا تستخبوا هنا وافتكرتوا مثلا ان الورق مش موجود؟ قتلتوا مين؟ اتكلمي يا رضوى. عموما انا هفتش، مش معضله يعني، بس عايز اقول لكم لو لقيت الورق مش هيبقى حلو عشانكم كلكم. ورق ايه يا رضوى؟ ما تدوله الورق اللي هو عايزه يخلصينا. مبدئيا كده هاتوا موبايلاتكم عشان نعرف نفتش بهدوء.
انت واقف هنا، تعالوا معايا. اقرب مني يا دكتورة. اللي يمسك حاجة زي دي لازم يكون قدها، على الأقل يعرف يستخدمها ازاي. بقولك ابعد عني. ولو ما بعدتش هتعمل ايه؟ هتضربيني بالنار مثلا؟ سيب الحاجات دي وتعالي معايا عشان ما تأذيش نفسك. الو، انا لو عايز اقتلك مش هضطر اقول لك تعالى قابلني في شارع طلبه بالليل في المعادي. انا ممكن اقتلك وانت في مكانك قاعد على مكتبك في برنان وبتشرب شاي. انا مش عارف اقول لك ايه والله حضرتك. ايه ما تقولش، انا واقف بعربيتي تحت الجرنان، انزل لي حالا والا عمرك ما هتعرف توصل لي تاني. الملف ده راح فين؟ اهو استاذ ضياء. القضيه بتاعتي القضيه ولا اتنين؟ انا طالع اجازه اسبوع، بلغ عبد الفتاح ياجل اي قضيه مهمه تخش المكتب. سامعه؟ حاضر يا فندم. بس لو حد سال على انت ما بتفهميش؟ انا بقول لك اجازه، اتفضلي. حظكوا حلو ان انا ما لقيتش الورق. افهم من كده ان زيارتك الخفيفه دي قربت تخلص. والله انت صعبان عليا. بقول لك ايه، انت مش محتاجهم في اي حاجه وانا قدامك اهو، اعمل فيا اللي انت عاوزه. مع انك ميت والميتين ما لهمش راي، بس انا برضه احب افكر بالعقل. دلوقتي انا معايا اتنين لابسين جريمه قتل متسجله بحذافيرها، يعني ممكن نخدم اصحابنا بتوع الجنايه، صح؟ يلا ممكن تاخدنا على الاسم دلوقتي. ايه اللي بتقوليه ده؟ ما تتخضيش قوي كده يا دكتور، ما انا قلت لك انا بحب افكر بالعقل. دلوقتي الورق مش موجود، وجوزك سياده المقدم برضو مش موجود، يبقى اكيد الورق مع سياده المقدم، وهو مش هيسيبك هنا كتير، يعني لازم يجي لنا. شفت بقى ان الميتين ما بيعرفوش يفكروا صح؟ اديني محتاجهم. يلا خدوهم على اي اوضه هنا، يا ريت سيادة المقدم ما يتأخرش. خير يا هشام؟ ايه الموضوع الخطير اللي انت عايزني فيه؟ بعد قتل المستشار عرفت قد ايه الورق خطير، اديت له صوره من الورق واحتفظت بالاصل. اتفضل يا عمر. مين
اللي قتل المستشار صلاح. اول واحد ممكن يتهم بقتله هو انت. تصدق ان انا فكرت بنفس الطريقه وانت اول واحد انا فكرت فيه. بس انا وانت عارفين ان احنا ما قتلناهوش. الناس اللي بيجروا ورا الفلوس اتسعروا، مستعدين يعملوا اي حاجه علشان الفلوس تدخل بيوتهم. هما فاهمين لما يعملوا كده يبقى خدوا نسخه الاوراق الوحيده اللي ممكن تدينها. انا عامل حسابي يا كمان. برافو. اوراقك الجديده جهزت، ممكن تسافر وفورا توصل بالسلامه يا استاذ محمد. زي الزفت. اتقتلت في شقتنا يا هشام؟ ما تخافيش، كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. مش عاوزك تقلقي. الجهاز عندنا تطور قوي كده في الجهاز. ممكن اعرف انا هنا ليه ومقبوض عليا بسبب ايه؟ على فكره انا مرات الضابط هشام شريف الجندي. ايوه انت السبب، لو ما كنتش جيتي وقلتي لي ان دي مش مرات محمد بطل انا ما كنتش عملت كده، ما كنتش قتلتها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ صوتك ده يا دكتوره مش كده؟ صوت الاستاذه رضوى الصحفيه. تسجيل طويل ممكن نستنتج منه بكل سهوله كل حاجه عملتوها لحد ما اتصلتوا بيحيى العسل. ومين اللي قال ان ده صوتي؟ اي خبير اصوات هيميز صوتك بكل سهوله ويشهد بكده قدام النيابه وقدام المحكمه، واكيد هيتاخد بشهادته ولا ايه؟ انا عايز اكلم هشام جوزي. حقك، وحقك كمان تتصل بمحمد كويس يخرجك من الورطه الكبيره اللي انت فيها. لو اتعاونتي معانا اكيد هنتعاون معاكي. فين الجثه؟ خبيتيها فين يا دكتور؟ خليه يتفضل، مش هتحتاج تتصل بحد، هشام باشا شرف بنفسه لحد هنا. الحقني يا هشام. خير يا منى؟ في ايه؟ كلموني في المستشفى قالوا لي انت هنا. الحقيقه مش خير ابدا يا هشام باشا. ممكن اعرف منى بتعمل ايه هنا؟ متهمه بالشروع في قتل.
بيقولوا انه في تسجيل عندنا في البيت وان احنا تهجمنا على واحده وقتلناها. تسجيل ايه سيادتك؟ لو حضرتك عرفت محتوى التسجيل اكيد هتعرف انك مقبوض عليك انت كمان، ومعاكم الاستاذه رضوى الصحفيه. اتفضل اقعد يا هشام باشا، شكلك هتطول معانا شويتين. أنا بقيت زيك يا عمر، عايش بس ميت على الورق. يعني أنت دلوقتي مش شكري؟ زي ما أنت بالظبط كده مش عمر، واسمك الجديد محمد مطر، مش كده؟ ده أنت عارف كل حاجة. اوعى تفتكر إن أنا في اللعبة دي لوحدي، تبقى ساذج. عارف، دي واضحة زي الشمس. عيوني في الجهاز قالوا لي على كل الترتيبات اللي كانت معمولة لك عشان تسترد المليارات اللي تهربت بره مصر. الفلوس هو ده اللي انتوا عايزينه من الاول، مش مهم على جثه مين. والله يعني الموضوع مش شخصي يا عمر، يعني على جثتك، على جثه اي حد تاني مش مهم، المهم ان احنا نوصل للفلوس وبس. اه، وانا عارف ان انت معاك رقم الحساب والاوراق اللي توصلك للفلوس دي. الكلام ده كله يخصني، فهتجيب الحاجات دي بقى بالذوق ولا؟ بس انت عارف يا عمر، الأذية مش هتطولك انت بس، يعني هتقولي بقى لو طليقتك أم ابنك وجوزها لما يتورطوا في قضية قتل. لا، ومش بس أم، معاهم رضوى كمان زميلتك. مكتب أستاذ رضوى منين لو سمحت؟ ادخل من هنا وآخر مكتب شمال. شكرا. يا رشا فين؟ معرفش، بسأله على رضوى. حبيبتي دي في انت مين؟ انا الرائد محمد عبد الله. استاذ رضوى لو سمحت اتفضلي معانا. اتفضل. معاك فين؟ كلمتين في المديريه. انت ازاي تجي لي لغايه هنا؟ ازاي تدخل عليا مكتبي قدام زمايلي؟ يعني يقولوا عليا ايه الناس دلوقتي؟ انا معايا امر بالنيابه بالقبض على حضرتك. ليه؟ حضرتك متهمه في جريمه قتل. قتل؟ ايوه قتل. مفيش داعي افسر اكتر من كده. حضرتك اتفضلي معانا بهدوء وما تضطرناش لاستخدام العنف مع حضرتك. مدام منى وهشام باشا احنا متحفظين عليهم بصفتهم شركائك في الجريمه. اتفضلي معايا. خير يا رؤوف بيه. الخير احنا اللي سبقنا بيه، بس فعلا اتقي الشر من احسنت اليه. لازمته ايه الكلام ده يا باشا؟ انا مش فاهم اي حاجه. كمال سليم فاكرنا لعبه اطفال يتلعب بيها مره والتانيه وبعدين تترمي، بس احنا لعبه كبار، كبار قوي، وكل اللي حوالينا عباره عن عرايس ماريونيت. احنا اللي بنحركها وبمزاجنا، ولينا في كل مؤسسة عروسة واتنين. هدي نفسك كده يا رؤوف باشا وصدقني دي زوبعة وهتعدي. عمر ما وصلش المطار يا فندم، اتنين نزلوا من عربية وخطفوه. يبقى عملوها، كانوا بيراقبوه. مين دول يا فندم؟ الناس اللي كانوا عاوزين يقتلوه في الأول. طب يا فندم مفيش أي خيط يوصلنا ليه؟ حسن الظابط، حسن انت عارف انه كان الدراع اليمين بتاع شكري، ممكن يوصلنا لعمر ولشكري كمان. شكري مين يا فندم؟ اتقتل. ايه دليلك انه اتقتل؟ الجثه مدفونه فين؟ شفت ده بعينيك؟ لا يا فندم. يبقى كل شيء جايز ووارد. اسمع حسن، عاوزك تراقبه دقيقه بدقيقه. تمام سيادتك. التسجيلات وصلت للمباحث عن طريقي، وزمان بقى طريقتك وجوزها مشرفين هناك، ده اذا ما كانوش لسه في الطريق. ولو كمال بيه بقى حاول ان هو يساعدهم، فما تنساش ان ليك ابن، وانا عارف ان هو وحشك قوي. تصدق انا ممكن اعمل فيك خدمه، ممكن اجيب لك ابنك هنا وتحت رجليك، ساعتها بقى هجبرك ان انت تتكلم من غير اي ضمانات. اللي جابك هنا حسن؟ في قلق في الجهاز؟ في كل أجهزة الدولة يا شكري. في حاجة غريبة بتحصل أو هتحصل محدش فاهمها، المهم إن في ناس كتير قوي هتروح في الرجلين. تاني وبالسرعة دي؟ إحنا كنا متوقعين ده من الأول. المهم دلوقتي إن إحنا في خطر،
ولو حصل والنظام وقع تاني انا وانت هنتحسب على رجاله رؤوف اللي وراه. طب وكمال سليم؟ يا باشا اللي هو كمال سليم طول عمره مظبط نفسه، بيلعب على كل الناس وعلى كل الحبال، محدش عارف يمسك عليه حاجه، ومش بعيد يكون مشارك في كل القلبان اللي حصل في البلد دلوقتي، هو اللي وراه. احنا فعلا ما عندناش وقت، احنا لازم ناخد اول طياره طالعه الفجر عشان نأمن نفسنا. خدت منه اللي انت عايزه؟ لا لسه. طب وبعدين؟ لها ساعة زمن بس، الموضوع ده هيبقى خلصان خالص. يلا تعالى معايا. مش هينفع، روف لسه مكلمني حالا وقال انه عايزني. خير في ايه؟ مش عارف، اديني رايح له عشان افهم، بس صوته ما كانش يطمن. طب موضوع التسجيلات اللي احنا بعتناها للمباحث اخبارها ايه؟ ماشي تمام، مسكوا اتنين والتالتة في السكة. تمام يا فندم. لقيت عمر؟ الرجاله اللي بيراقبوا حسن ما بلغونيش بحاجه، بس في اخبار جديده عن عائله عمر. طلقته ابنه؟ هي وجوزها والصحفيه رضوى مقبوض عليهم وبيتحقق معاهم في النيابه دلوقتي. طب انا عاوزك تروح لضابط المباحث اللي قبض عليهم. في مكان تاني عاوزك تبعت رجالتنا على هناك هقول لك عليه، ومن غير ما حد يحس بيهم. مؤكده يا استاذ عباده؟ مؤكده، مفيش ذره شك واحده. معنى كده ان المبلغ الضخم ده تايه في بنك في بلاد بره ومستني اللي يحط ايده عليه. واحنا طبعا اولى بالغريب، ولا ايه رايك يا كمال بيه؟ طبعا اللي نشوفه طبعا يا استاذ عباده. انا ممكن اوفر غطاء سياسي وقانوني للمهمه دي، انا اعرف محامي شاطر اسمه ضياء الحلو، ده ممكن نضمه للليسته اللي هتاخد التفويض بسحب الاموال، فيسحب الاموال بورق رسمي 100%. طبعا ده لقاء نسبة مش كده ولا ايه؟ طبعا مفيش حاجة ببلاش يا استاذ عباده. مفيش حاجة ببلاش، معنى كده ان كل ما تكتر الاطراف نسبتنا هتقل، ولا ايه رايك كمال بيه؟ تقل او ما تقلش مش ده المهم، المهم ان احنا نلعب اللعبة صح، لانه لو اكتشفنا في اي مرحلة رقبنا هتضيع. رقبة ايه يا راجل؟ يا راجل انت الدولة، الدولة يهمك. انا الدولة في الوقت الحالي بس الله اعلم. معنى كده اننا لازم نتحرك بمنتهى السرعه ونستغل اللحظه دي كويس قوي. احنا محتاجين نعرف معلومات اكتر عن عمر نصر، وده غير المعلومات اللي احنا عاوزينها منه فعلا. هيتعاون؟ ما افتكرش، لكن انا عندي حل كويس قوي. انا اقدر اجيب المعلومات كلها من عمر نصر، وفي الاخر بعد ما ناخدها لازم نتخلص من عمر نصر، يعني نقتله. اضطريت اني اجاريهم وتظاهر ان واحد من العصابه اللي طمعانا في الفلوس، كان غرضي ان انا اوصل للفلوس وبعد كده اقدر اتصرف، والا كنت سبتها للعصابه دي عشان ترجع جيوب الفاسدين تاني. عشان كده نشرت خبر وفاتي قبل ما شكري يوصل لي. ده حقيقي، رؤوف وشكري كانوا مقتنعين ان انا معاهم لغايه ما اكتشفوا فجاه ان انا ماشي في طريق غير طريقهم، فاتفقوا يكملوا لوحديهم. طب وعباده؟ عباده فين من ده كله؟ عبادة أنا مش عارف أقول عليه إيه، عبادة كفر بكل شيء بعد ما حس إنه أهمل، ما خدش المكانة المرموقة اللي يستحقها. أنا مش عارف أتعاطف معاه ولا أكره. طب افرض كنت موت يا كمال بيه، كنت هتتصرفوا إزاي؟ أنا حاولت من الأول أكون واعي علشان ما يوقعش ضحايا، بس لأن الطريق طويل أكيد هيبقى فيه ضحايا. إنما انت مالي ايدك من الضابط اللي اسمه شكري ده؟ هو ولد كويس وبيسمع الكلام، بس طماع قوي، هيطلب مبالغ كبيره. ياخد اللي ياخده، المهم بقى يخلصنا باللي اسمه عمر ده. ساعه الصفر اتحددت خلاص. يلا على البركه. على البركه. اللي هو كمال سليم بيتصرف من ورانا، هو بيساعد عمر من تحت لتحت، واضح كده انه مش لوحده. ازاي؟ الاستاذ رؤوف شاكك ان هو اللي سرب خبر وفاه عمر بدري عشان يلحق يهرب قبل ما نوصله، وفي نفس الوقت يبقى هو بالنسبه لنا ميت ويعرف يستخدمه عشان يعرف يوصل للفلوس. ايه اللفه الطويله العريضه دي يا اخي؟ ما كنتوا تنفذوا الخطه اللي احنا رسمناها مع بعض، ايه اللي منعكم كده؟ كمان سليم نسبته هتكبر من المبلغ، ما هو الاسم على خمسة غير الاسم على اتنين. اتنين؟ اتنين مين؟ فهمت، يعني انت ناوي كده تدي رؤوف واللي معاه شلوت. سميه كتف قانوني، ما الحكايه ما هيش قانونيه اصلا، يبقى انا وانت وبس وهنكسب اكتر. انا وانت وبس؟ طب وعمر؟
عمر مش هيموت. احنا هنهربه قبل ما رجالتي يوصلوا له. هيا يا استاذ عباد، موافق ولا اصرف نظر؟ يعني الحكايه دي عايزه تفكير. فرق اللي جوه عباده مش شر بسيط او شر مطلق، ده شر نسبي، علشان كده انقذ حياتك يوميها. بس في الاخر ده شر برضه. استخيل انا زيك بالظبط، مش عارف دلوقتي اكرهه ولا اتعاطف معاه. مهم دلوقتي يا عمر، احنا قربنا نوصل لاخر الطريق. هتكمل يا عمر؟ هكمل يا كمال. من الاخر كده يا استاذ عباد، زي ما انت كنت مصدر المعلومه في الاساس، فانت برضو اللي بعتنا مع كمال سليم وقررتوا تلعبوا الجيم لوحده. حصلش الكلام ده، ما حصلش. كل الشواهد بتقول انه حصل. بقولك ايه، ما تروح تقول الكلام الفارغ ده لكمال، ولا جاي تتشطر علينا هنا؟ الخيانه ليها تمن، وكل خاين هيدفع تمن خيانته، بس في الوقت المناسب. روح قول لرؤوف عباده ما يتهددش، وممكن افضحكوا وافضح العالم اللي حواليه اللي هو شغال معاهم. بالنسبه لحضرتك يا لطيف، اتفضل مع السلامه، وقتك خلص يا حلو. للاسف يا استاذ عباده، شكل كده حضرتك وقتك هو اللي خلص. اللي جابك هنا؟ الدنيا ضاقت بيا وما لقيتش حد غيرك علشان يساعدني. ايوه بس وجودك هنا خطر عليا انا يا عمر. ما تقلقيش، الوقت بيجري وخط النهايه قرب قوي، وخلاص عرفت اللي ورايا كانوا عايزين مني ايه. ما هو معروف من الاول عايزين منك ايه. عايزين يقتلوك طبعا. بس ما كنتش عارف ليه، ودلوقتي عرفت. انا الوحيد اللي معاه مفتاح السر اللي مش عايزينه يتكشف. رقم حساب متهرب فيه مليارات من مصر، وهم عايزين يسرقوها. بالحساب ده انا اقدر اكشف حيتان قديمه وحيتان جديده كمان. عايز احول الفلوس دي لحساب تاني لغايه لما اتاكد ان الحكومه فعلا هي اللي هتستردها. ايوه، وانا ممكن اساعدك في الموضوع ده ازاي؟ انت اخر حد ممكن يفكروا انه ممكن يساعدني. قلتي ايه؟ مرت سنين طويله قوي يا استاذ عمر، والحال زي ما هو بالظبط، ما فيش اي حاجه اتغيرت. فلوس لسه في الحساب، محدش لمسها. انا شفت الجرايد والاعلام تناول الموضوع ده مده طويله. يعني المشكله ان ما فيش اراده سياسيه حقيقيه. الاراده السياسيه هي اللي ممكن تغير المواضيع كلها او تدفنها، لكن الاعلام مجرد وسيله. لو ما فيش اراده ما فيش حاجه تتغير. المطلوب مني يعني دلوقتي ان انا احول الحساب باسمك، مظبوط؟ باعتبارك الوريثه الشرعيه، وانت الوحيده اللي ممكن تعملي حاجه شبه كده. بس لو مش حابه، مش عايزه، مش مقتنعه، انا مش هقدر اضغط عليكي. مش حابه ازاي؟ انا جبت لك الموضوع لحد عندك، وعلى فكره انا واثقه فيك لحد دلوقتي. لو عرفتي اللي حصل لي هتثق فيا اكتر والله. بس انا كل اللي انا عاوزاه ان الفلوس دي توصل لاصحاب الحق. انا يعني لو كنت محتاجه الفلوس دي اكيد انا كنت اخدتها. انا حاسه انها لعنه بتطرد اي حد بيجري وراها. هتقولي لي؟ طب دلوقتي يلا عشان نلحق نعمل التحويل. يلا. ايوه يا عمر، طمني، عملت ايه ووصلت لفين؟ كله تمام يا كمال بيه. الخطوه الاولانيه عدت على خير، والفلوس اتحولت لرصيد باسم رانيا في البنك. برافو عليك، ده خبر هايل. ناقص بقى الخطوه الثانيه ان شاء الله، تحول الفلوس لمصر. معلش يا كمال بيه، انا اسف. ايه يعني مفيش خطوه تانية بعد الخطوه اللي اتخذت؟ الفلوس مش هتتحول لمصر. انت بتقول ايه يا عمر؟ تجننت كمال بيه؟ محدش ضامن اي حاجه. انا بس متصل بيك علشان اقول لك متشكر، لانك كنت سبب رئيسي ان انا لسه عايش لغايه دلوقتي. يا عمر الكلام اللي بتقول. سلامك عمر. عمر
تفهميه يا كمال بيه. اهلا يا مستر طاهر، ولا اقول لك يا عمر؟ اللي تشوفه يا كمال بيه مش هنختلف ابدا. لا ده بالنسبه لك، بالنسبه لي هنختلف، وهنختلف كتير. اوعى تتصور انك لما هربت مني من سنتين انا قست وما دورتش عليك، انا لقيتك بعد شهرين اتنين بس، ومن ساعتها براقبك وعيني عليك، بشوفك بتتصرف ازاي، بتعمل مشاريع في كل مكان، بتكسب كتير، وبقيت مستر طاهر منصور المصري العصامي. ياه ده انت عارف كل حاجه، طب ليه ما قبضتش عليا؟ كنت عاوز اتاكد هل نظرتي للبني ادم اللي عرفته وعاشرته صح ولا غلط؟ هل كنت لابس قناع الشرف؟ انت في الاخر تطلع زي شكري مثلا؟ صدقني يا كمال، انا كنت هلاقي طريقه علشان اوصل لك واشرح لك وجهه نظري، وعلشان اقول لك ان نظرتك ما خيبتش فيا. كان ممكن انزل مصر بعد الامور ما تستقر، كان ممكن اكلمك في التليفون، بجد دي حاجه كانت مهمه قوي بالنسبه لي. نفسي اصدقك يا عمر، حقيقي نفسي اصدقك، بس انا شايف غير كده. انت طمعت، طمعت في الفلوس يا عمر. خالص الفلوس رجعت للبلد؟ لا ما حصلش، لو كانت رجعت للبلد كنت اول واحد هيعرف. الفلوس رجعت للناس، للناس اللي اتسرقت منهم، رجعت مستشفيات مجانيه ومدارس، مشاريع فتحت بيوت وشغلت ناس. يبقى انت لعبت دور مش دورك يا عمر، تقرير مصير الفلوس مش مفروض يبقى بايدك لوحدك. امال بايد مين يا كمال بيه؟ الحكومه مثلا، اللي هم ناس زي وزيك؟ تضمن نزاهتهم؟ تقدر تضمن لي نزاهه واحد معاه المبلغ ده؟ بس انت نسيت حاجه مهمه قوي، زي ما قدرت اوصل لك في ناس غيري قدروا يوصلوا لك، ولسه كمان هيوصلوا لك، ناس اعتبروا انك ضربتهم على قفاهم وسرقت شاء عمرهم. الفلوس اللي كونوها من الفساد، من السرقه، من اي شيء، بس بيعتبروها شاء عمرهم، ودول شهوه الانتقام عندهم تبقى كبيره، كبيره قوي. ما تقلقش عليا يا كمال بيه، عمر الشاي بقى. انا للاسف سبت الجهاز من كام شهر، ده بإرادتي، يعني مش هقدر أحميك بعد كده. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك يا عمر. شوار طويل قوي يا عمر، عمرك ما تخيلت انك هتمشي، بس مشيت، خدت معاك حاجات وسبت وراك حاجات، اخترت وتحملت نتيجة اختيارك،